بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة ليلة مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا أمام الوداد المغربي. إذا كانت مباراة الذهاب مهمة وخطوة في الصعود، فمباراة بكرة هي الأهم لأنها الخطوة الأخيرة في الصعود إن شاء الله. بدون التركيز فيها، أديني بتكلم كلام يعني كلام كورة، لأن أنا اتكلمت برضو كلام كورة المرة اللي فاتت، ولكن في حد يعني عاب عليا أن أنا قلت أن النادي الأهلي بنسبة 99.9 وصل الفاينل أو حط رجله الفاينل. أنا ما قلتش أولا 100%، لأن ما فيش حاجة في الكورة 100%، وتعودنا دايما في النادي الأهلي أن إحنا الماتش اللي إحنا بنكسبه مهما كانت البطولة، حتى لو كنا واخدين البطولة يا دوبك بنفرح ليلتها، تاني يوم بنركز في الماتش اللي بعده. يعني عمر ما حته التركيز دي ما راحت مننا كلاعيبه نادي اهلي. فانا لما بتكلم قلت ان النادي الاهلي بنسبه 99.9 حط رجله في المباراه النهائيه، انا ما اكدتش انها 100%. مفيش في الكوره 100%، مفيش حاجه في الدنيا 100%. فبالتالي التركيز مطلوب، ولازم مع التركيز الحرص الشديد، كويس، لان من غير ماتش بكره ما يبقى فيش صعود. يعني ماتش بكره لا قدر الله لو حصل حاجه خرجنا بره لا قدر الله، ده مش موجود في الاهلي، وانا متاكد انه مش موجود في النادي الاهلي على مدار كل الاجيال. صحيح الاهلي حقق نتيجه ولا اروع في لقاء الذهاب امام الوداد بالمغرب بالفوز عليه 2-0، لكن تاشيره النهائي من مباراه الحسم في لقاء العوده بكره في استاد القاهره ان شاء الله. من الطبيعي طبعا ان اي حد يقول لك ايه، ما احنا عملنا نتيجه ايجابيه ونلعب باعصاب هاديه. ايوه طبعا، انا مع كل ده على فكره، انا بقول وجهه نظري ان نتيجه الذهاب تدينا دفعه معنويه عاليه، لان كل اللي بيتكلموا ناسين نتيجه الذهاب، والناس تقول لك ايه انسى نتيجه الذهاب. لا، ما انساش نتيجه الذهاب، انا كلاعب كوره محقق انجاز جامد في نتيجه الذهاب، فبالتالي لازم انزل وانا عندي ثقه في نفسي، وانا حاسس ان انا مش عايز اقول ان انا كعبي عالي على الفرقه الثانيه، ولكن انا عملت انجاز كويس في المغرب لازم احافظ عليه، والماتش ده هو اللي هيوصلني، ولكن انا لازم ابقى عندي روحي المعنويه عاليه، عندي ثقه بالنفس. ما انساش ابدا برضو ان انا كسبان الماتش الاولاني وعامل ماتش كويس. احنا ناس كتير جدا ما بتجيبش سيره الماتش الاولاني ليه؟ هو انا كلاعب نادي اهلي ما جبتش سيره النادي الاولاني ليه؟ هو انا يعني هنزل اتغر ولا هنزل؟ اولا معانا مدرب خبرته الافريقيه هايله، اكيد بيتكلم في الموضوع دوت. لعيبه النادي الاهلي خلي بالكم غير اي لعيبه، مع احترامي لجميع الانديه، انما انت حاطط في بالك ان الماتش ده هو اللي هيوصلنا، بس لا، ما انساش ان انا كسبان ماتش المغرب. ليه انسى ان انا كسبان ماتش المغرب؟ ليه انسى نتيجه ماتش المغرب؟ بالعكس، دي نتيجه ماتش المغرب تديني دفعه معنويه عاليه جدا، تديني ثقه بالنفس، تديني أفضلية على المنافس، تديني إن أنا عندي ثلاث سيناريوهات، إن أنا أكسب، إن أنا أتعادل، إن أنا لا قدر الله أتغلب واحد، أنساه ليه؟ أمال ماشي، أنت في ناس بتقول إن هو الضغوط هتبقى على النادي الأهلي، أمال هو يعمل إيه؟ أمال الوداد يعمل إيه؟ هقول لك ما فيش حاجة يبكي عليها، لا، ما هو عنده الطموح برضه، خلي بالك، الوداد عنده الأمل إن هو يجي زي ما أنت كسبته هناك 2 يكسب هنا 2، بس عنده مشاكل بقى، عنده مشاكل كتير هنتكلم عليها في الفنيات، ولكن هو اللي عليه ضغوط. انا لازم استفيد من مكسبي هناك 2-0، مفيش حاجه اسمها ان انا انسى. انا ضد اللي بيقول لك انسى، وضد كمان اللي بيقول العمليه متساويه. لا طبعا العمليه مش متساويه، انا كسبان هناك 2 عامل ماتش كويس وفي فوز في ايدي، وعندي 3 سيناريوهات، هو عنده سيناريو واحد بس، يكسب 2 لا قدر الله ويلعب على ضربات الجزاء، أو يكسب 3 لا قدر الله، ودي إن شاء الله مش هتحصل. وبعدين الفرق بين الماتش الأولاني والماتش الثاني 4-5 أيام، صعب في الفنيات أو في الكورة حد يلم نفسه في الـ4-5 أيام، وحتى لو لم نفسه مش النادي الأهلي اللي يجي في يكسب بره 2 ويجي في أرضه يخسر 2 أو 3، عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن شاء الله. طبعا الحذر مطلوب، لان انت بتلاعب منافس اللي هو نادي الوداد، هو مش هيبكي على حاجه لانه خسران على ارضه ماشي، بس هو مش هيستسلم، دي انا هحطها في اعتباري. بالعكس هو هتلاقيه بيقدم كل اللي عنده. للخروج ايه بقى؟ بشكل مشرف او ايه يعني محاوله خطف بطاقه التاهل، هو هيحاول يعمل اللي عليه، ولكن النادي الاهلي
هيعمل اللي عليه وزياده، انا متاكد من كده. دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي. احنا خلي بالكم، احنا دايما دايما بنحترم المنافس اللي قصادنا مهما كانت قوته ومهما كانت جاهزيته، احنا دايما بنحترم المنافس اللي قصادنا. لعيبه النادي الاهلي على طول كده، اداره النادي الاهلي على طول كده، المديرين الفنيين النادي الاهلي على طول كده، وانا متاكد ان ده اللي هيحصل بكره ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي هيخوض مباراه العوده بكره قدام الوداد باعصاب هاديه. ليه؟ بسبب نتيجه لقاء الذهاب. ولكن الحذر مطلوب، بقولها تاني العاشر مره، الحذر مطلوب لحين التاهل الرسمي. الكل في الاهلي داخل معسكر الفريق في قمه التركيز، يعني احنا عارفين حاجات من جوه ان هم في قمه التركيز، لانهم على درايه ان الصعود لم يحسم بعد، ولا بد من التركيز في مباراه بكره لانها بوابه الصعود من اجل تحقيق نتيجه تساعد الفريق ان شاء الله في الصعود للفاينل واستكمال المشوار نحو استعاده اللقب الافريقي الغائب عن قلعه الجزيره منذ عام 2013. النادي الاهلي تعامل مع ماتش العوده بنفس التحضير والتركيز اللي كان عليه في لقاء الذهاب بالمغرب السبت اللي فات، لان الاستعداد الجيد قبل مباراه الذهاب حقق فوز على فريق الوداد المغربي في عقر داره، رغم ان الوداد دايما ما يقدم عروض قويه ونتائج جيده على ارض وسط جماهيره. وكمان ايه، النادي الاهلي مش نتيجه وبس، ولكن قدم اداء جيد واداء مفاجئ لينا وطريقه لعب مفاجئه لينا، ويمكن مستر موسيماني خلى الناس كلها تقف له احتراما في ثالث او رابع مباراه بسبب الطريقه اللي فاجئنا بيها، وبسبب ان هو كان عنده طموح ان رايح الوداد هناك يكسب، لانه هو عنده من خبره افريقيه وعنده من الخبره ان هو عرف لعيبه النادي الاهلي، عرف ان اللعيبه دي ممكن تلعب بره زي ما تلعب جوه، فجئنا كلنا بطريقه اللعب اللي هو لعبها. لكن الامور اختلفت في استعدادات الاهلي. اللي تابع تدريبات الاهلي الفتره الاخيره هيلاحظ ان مستر موسيماني اكد على ان الفريق لم يصعد لنهائي افريقيا حتى الان، وده كلنا عارفينه. نتيجه مباراه الذهاب ليست حاسمه كويس، وعليه لابد أن يجتهد الجميع في مباراة العودة إن شاء الله، وأن يكون الجميع في قمة تركيزهم بالشكل اللي بيساعد الفريق في النهاية على تحقيق هدفه بالتأهل الرسمي للدور النهائي. لأن الوداد حضر القاهرة زي ما قلنا، هو ما فيش قدامه حاجة، هو عايز يعوض ماتش المغرب. ولكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي، وأنا واثق في لاعبتنا بإذن الله، هيقدم عرض ونتيجة زي اللي قدمها بإذن الله في ماتش الذهاب. هنروح لفاصل، وبعد كده بعد الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار النهارده، كباتننا كباتن الاستوديو التحليلي النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن هاني رمزي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أسامة حسني. أرجوكم انتظرونا. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم. أهلا وسهلا بيك كابتن. أهلا بيك يا كابتن أيمن، إزاي حضرتك؟ كابتن هاني رمزي. كابتن أيمن أهلا وسهلا بيك، يعني ما صدقلك نسمع منك في البيت الكبير. لا وراك وراك وأنا مش هسيبك. إزاي كابتن؟ نورنا كابتن هاني. إزاي كابتن عادل عبد الرحمن؟ منورنا كابتن عادل. كابتن أيمن أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. كابتن أسامة حسني منورنا كابتن أسامة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. كابتن شريف، عايزين نتكلم على طول على الاجواء اللي احنا عايشين فيها بعد الماتش الاولاني. يعني الماتش الاولاني شفنا اداء مميز من النادي الاهلي، شفنا فوز، عايزين نستغل الفرحه دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله هنستغل الفرحه بالفوز الكبير اللي احنا حققناه في استاد محمد الخامس بالمغرب. تركيز فوق العاده الحقيقه، صح، اهتمام من جميع الاجهزه اللي موجوده في النادي والمؤسسه كلها كويس. كانت ورا هذه المباراه اللي طلعت بهذا الشكل الجميل. بنشكر كل الناس اللي طلعوا للنتيجه دي، وتكمل باذن الله بكره باذن الله يكون في شكل التزام زي ما احنا شايفين. لاول مره احنا بنعمل قبل المباراه زي دي 48 ساعه بتعمل وانت كسبان 2-0 مظبوط، بتعمل معسكر اهتمام جامد. الناس كلها خارجه من المباراه اللي فاتت، احنا ده اول هاف تايم، صح، هاف تايم تاني في القاهره. ظروف اي مباراه ممكن تبقى متساويه متعادله، بنلعب فريق كبير الحقيقه محترم، عنده غيابات وانت عندك غيابات، كل حاجه فيها كانت شكلها تعادليه قبل المباراه اللي فاتت. المباراه دي باذن الله انت عندك الطمانينه، عندك الروح، عندك المسالك او الاشكال او الطرق او الاتجاهات اللي هتلعب بيها ضد هذا الفريق اللي انت ما كنتش عارفه قبل كده. انا قعدت مع هاني في
البيت الكبير، قلت له انا عايز العب محمد هاني واحمد فتحي مكان عايزين شحات، عايز محمود وحيد وعلي معلول عشان اقفل بديع اوك واقفل اسماعيل حداد. اسماعيل حداد ونشوف الراجل اللي جاي الفرود اللي هو الصغير الافريقي الثاني ده اللي هو عنده سرعات وعنده عايزين نقفل الحتة دي عشان رايح ياسر ابراهيم كنا وايمن اشرف. ف الشكل بقى انا عرفته خلاص عندهم غيابات، ما تقدرش فرقه زي كابتن هاني كابتن ايمن كابتن اسامه كابتن عادل تلم نفسك في اربع ايام وتبقى فول باور، ما انت كمان عندك فرقتك بسم الله ما شاء الله حافظه وكسبانه 2-0. فانا عايز اطمن الناس برضو ان احنا لازم نلعب صحيح بهدوء اعصاب، ويا سلام على السبق في احراز اول هدف صعب المهمه تماما وينهي المهمه تماما مع احترامنا للخصم، مع احترامنا الكامل على اهواءه بقى يعني جاي عايز يعمل هنا يلعب ضاغط يلعب نفسي. انت اللي المفروض تلعب على الفرقه دي ضاغط وعرفت النو هاو بتاع الفرقه دي. فانا شايف ان احنا ما نحملش لعبتنا يعني نخرجهم بره تركيزهم ان هم الحقيقه كسبانين 2. انا شايف الدنيا كلها المباراه والكوره وفيها كل حاجه، كل اللعيبه دي فاهمه كويس قوي ولعيبه كبيره ولعيبه محترف والجهاز الفني بتاعه محترف جدا طبعا ومر بحاجات كتير قوي، بس من حقنا ان احنا نلعب بهدوء، من حقنا ان ما يكونش في تسرع، من حقنا ان احنا نلعب ضاغطين على الناس دي وعارفين شكل الضغط بيبقى عامل ازاي، من حقنا لعيبه معينه كان عندها اجهاد ابعد عنهم خالص والعب بناس سليمه 100%. فجود لك وطبعا كابتننا هيدوا الاضافه الكبيره يعني. كابتن هاني النادي الاهلي بعد مكسب الاسبوع اللي فات او الماتش اللي فات هيخوض المباراه بهدوء نسبي بعض الشيء. انا قبل طبعا ما نخش في المباراه ونتكلم فيها فنيا طبعا بايدك، انا يعني سمعتك في الانترو احنا عايزين ناخد من المكسب نطلع بيه بايه؟ اولا نطلع ان احنا رجوع تاني شخصيه النادي الاهلي بالمكسب بره ارضه بشكل اكتر من رائع، ده كان غايب عننا فتره طويله على المستوى البطولات الافريقيه. والجزء الثاني يا كابتن ايمن يمكن كل اللقطات كانت عجباني الا لقطه استقبال مثلا بعثه النادي الاهلي بالورود. انا وقفت عندها ليه؟ يعني مش عشان حاجه غير ان احنا لازم اللقطه دي ان شاء الله تبقى يوم 6 نوفمبر ان شاء الله باذن الله. وما نوصلش، وانا عارف ان لعيبه النادي الاهلي عندها الخبرات ان ده مش هيوصلها، ما يوصلش ان انت مع احترامي طبعا لفريق الوداد لكن انت افضل نادي في افريقيا صح، وطبيعي جدا انك لازم تكسب بره ارضك 2-0، وطبيعي جدا ان النادي الاهلي يبقى عنده هذه الشخصيه انك خلاص حتى اللعيبه الموجوده واللعيبه الولاد اللي طالعين لا لازم يعرف انك بعد كده انت عندك شخصيه انك لازم تكسب بره ارضك. وخلاص خلينا نتكلم برضو فنيا شويه، ما عادش المشكله دلوقتي انك بتلعب بره وجوه، يعني خلاص المعادله دي انتهت على مستوى الكره العالميه، انت بتلعب بره ارضك بتلعب بره جوه ارضك، عندك اسلوب لعب تقدر تكسب بيه ازاي، هي دي اللي هي دي المعادله اللي بقت موجوده دلوقتي، ازاي تكسب في اي وقت اذا كان بتلعب بره او جوه. فخلينا ناخد من الفوز دوت ان شاء الله زي ما انت قلت عندنا ثقه في اولادنا، الهدوء طبعا النتيجه فرقه معانا جدا كسبان 2-0 اكيد الحذر هيكون واجب. الجزء الثاني والاهم ان لاعبتنا ان شاء الله باذن الله على نفس التركيز ونفس المستوى البدني، وبدوس على حته البدني دي لان احنا تفوقنا فعلا بدنيا هناك بشكل كبير جدا. فاعتقد ده يعني ان شاء الله باذن الله الوصول للمباراه النهائيه خلاص على بعد شوط واحد، واحنا ان شاء الله الاقرب للفوز في مباراه بكره باذن الله رب العالمين باذن الله. كابتن عادل كابتن هاني اتكلم على موضوع الضغوط والتركيز، اعتقد من وجهه نظري اعتقد ان الضغوط هتكون اكتر على فريق الوداد اكيد طبعا، بس خليني اخدك في زاويه تانية كابتن. طبعا كابتن شريف والكابتن هاني اتكلموا وغطوا الامر في حته المكسب خارج الملعب مهم قد ايه، ولكن خليني اخدك لحته تانية اللي هي ايه بقى، اللي هي لما نيجي احنا كنادي اهلي مثلا كسبانين 2-0 دي في مباراة العودة بتغير من فكر المدربين. ماشي. أنا بكلمك من الناحية أخرى. ماشي. فكر الاتنين مدربين بمعنى يعني مثلا لو احنا قلنا النادي الأهلي هيلعب بأرتياحية ولكن برضو حذر، واحنا طول العمر النادي الأهلي واخد على دي طبيعتنا ودي طبيعتنا يعني مزبوط. حتى لو كسبنا 50 بنرجع ما عندناش حتة للمباراة نفسها وليس كمان خوفا من النتيجه، يعني بيبقى عندنا ثقه كبيره قوي ان احنا هنكسب، ولكن في نفس الوقت لازم نأدي ولازم تكسب ان شاء الله. بس الفكر بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الجهه المنظور الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه، منظور الاثنين مدربين. في مدرب هينزل عاوز يخلص نتيجه وفي مدرب ممكن يحافظ، فاللي هي بتدي يعني مثلا بتدي للنادي الاهلي اكتر
مثلا افضليه ثلاث نتائج سيناريوهات مظبوط. اما هو اللي عنده سيناريو واحد صح. اللي هو عاوز تعويض وبعد صح. التعويض عاوز يكسب. ولو هو اكبر طموحاته ان هو عاوز يعوض ويخلي يرجع الموضوع للحظ في البنالتي. لكن عشان كده انا بقول لك انه من ناحيه النادي الاهلي يبقى في ثقه اعلى، اللعيبه تقدر تنفذ، ولكن في برضه خوف شويه من الفرق اللي هي ما بتبكيش على حاجه في الوقت ده، اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن تعمل ريسك. ريسك، ورغم ان انا شايف ان المدرب بتاعه مش هيعمل الريسك ده من بالزبط. الاول. هيعمل حذر وهيقسم بالزبط. الملعب، اصل الطبيعي اي مدرب عاوز يجي يخلص، وده سيستم في كره القدم او في التكتيك في العالم يعني. انت عشان يعني تغير نتيجه انت خسران هناك مثلا اثنين، فعشان تغير فلازم تقسم المباراه ازمنه ووقت، هتلعب بطريقه ما جاتش هتحاول بطريقه ثانيه ما جاتش. زي لو افتكرنا مباراه زي مباراه الصفاقس الاهلي، يمكن اسامه كان معاهم بتهيألي اللي هو ابو تريكه بتاع ابو تريكه اللي فات يعني مانويل جوزيه قبل ما يسافر عمل السيناريوهات دي كلها في مباراه قبليها كان المصري البورسعيدي، انا فاكر قوي ولاني كنت معجب جدا باللي عمله مانويل جوزيه ساعتها. قسم المباريات اجزاء وقال لو ده ما نجحناش ان احنا نجيب الجون في الوقت ده يبقى هننزل مين ونشيل مين عشان نزيد حته هجوميه. فاكيد المدرب بتاع الوداد هيعمل نفس الشكل ده، واكيد موسيماني بيفكر يعمل ده. بيقول لك كمان ان مستر مانويل في الماتش دوت هما كان الصفاقسي كان فرحان بالنتيجه، بيقول لك راح لهم قال لهم مبروك ولكن احنا هنكسبكم هناك. لا ده عمل صحيح؟ ده في استاد القاهره ده عمل ايه ده ما هو مانويل جوزيه اول ما الحكم صفر اول حاجه عملها نزل الملعب سلم على اللعيبه وراح لهم كانوا بيهيصوا، دخل زق الباب وقال لهم انتوا فرحانين هنا انا راح اخد الكاس منكم هناك. ده بدايه العامل النفسي. لكن في المباراه بكره ان شاء الله العامل النفسي بتاعك ممكن يكون ازيد، ولكن بحذر. وفي الاخر المقوله اللي احنا بنقولها دايما الكوره ملهاش كبير. طبعا طبعا حلو مظبوط ولازم نحترمها عشان تحترمنا. صحيح كابتن اسامه، يمكن زي ما اتكلمنا النادي الاهلي قدم اداء جيد جدا الماتش الاولاني ونتيجه طبعا جيده جدا. يمكن احنا كلنا قبل المباراه كنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نتيجه ايجابيه، تعادل ايجابي، المهم الاهلي يجيب جول هناك. مستر موسيماني فاجئنا فاجئنا بطريقه اللعب، فاجئنا في التشكيل ببعض اللاعبين، وفاجئنا الجراه بتاعته كانه بيلعب في استاد القاهره كويس. واتفاجئنا اكتر من ان نادي الوداد ما ظهرش بالشكل المعروف عنه، يمكن عنده اصابات، عنده غيابات كتير جدا، عنده ناس اتحطت في اماكن غير اماكنها، ولكن هل الشكل بتاع الفرقتين ده ممكن يتغير في 3 4 ايام؟ كان مفتاح الفوز في مباراه الاهلي والوداد الاولى اللي كانت في المغرب هي بدايه الاهلي. دايما البدايات في المباريات دي هي اللي بتركبك المباراه، بمعنى ان مجدي قفشه الهدف بتاعه في اول المباراه في الدقيقه 3 ده كان مفتاح تغيير المباراه كامله. صحيح. النهارده الوداد ما كانش متوقع النادي الاهلي يضغط عليه ضغط عالي. مظبوط. موسيماني لعب بالاسلوب بتاع النادي الاهلي العادي 4-2-3-1. مظبوط. بلغه الكوره ما لعبش في التشكيل، ما الفش في طريقه اللعب او خطه اللعب، لا هو اسلوب النادي الاهلي. بس اللي فاجئ بيه الوداد هدف مبكر، هو ده كان مفتاح تغيير مجرى المباراه. في البدايه ادى ثقه للعيبه كبيره جدا، ادى اللعيبه حماس، خسرت على الفريق المنافس. وخلي بالك النهارده بدا يخلق مساحات في خط ظهر الوداد، برغم ان خط ظهر الوداد عنده غيابات كبيره، ظبطت اكتر في الشوط الثاني بنزول كمارة اللاعب الاساسي. لكن هدف مجدي قفشه النهارده ده كان مفتاح الفوز في النادي الاهلي. علشان كده النهارده مباراه الاهلي والوداد بكره ان شاء الله البدايه مهمه جدا. يعني انا عكس ان ممكن يبقى اللعيبه عندها ثقه، لا ممكن ثقه بس مع حرص طبعاً. ثقه مع ان انا النهارده عارف ان انا مباراه صعبه جدا. الوداد مش جاي يبكي على حاجه. أيوة. الوداد النهارده 2-0 بلغه الكره مش كتير. ايوه. لا قدر الله لو دخل فيك هدف في الشوط الاول انت متكهرب طول المباراه، خاف أيوة. يدخل فيك هدف تاني. علشان كده الفرص بكره مهمه جدا ان انا اركب الجيم، بمعنى ان انا اسجل الاول. لو سجلت الهدف الاول انا بكره في مباراه الوداد خلاص انا قتلت فرقه الوداد معنويا ونفسيا في الملعب. علشان كده بدايه المباراه مهمه، ما اركنش على 2-0، انا ببدا كاني ببدا مباراه من الاول. فريق الوداد بكره ممكن يهاجم النادي الاهلي، شفنا في المباراه الاولى في المغرب كان متحفظ شويه. سايب لك الكوره، راجع تلت ملعب،
بيديك انت بدايه الهجمه وبيضغط في نص الملعب. ممكن نشوف السيناريو ده بكره يتغير، ممكن يبقى يعمل ضغط عالي عايز يبدا يدور على الهدف اللي يدخله تاني في الـ في الـ في اجواء المباراه تاني. علشان كده بكره زي ما احنا لعبنا المباراه الاولى كان فيها حرص وكان فيها اتزان، كان فيها تركيز من محمد هاني. محمد هاني ما كانش طاير، علي معلول اللي احنا دايما بنشوفه جناح مهاجم او هجومي على طول، لا ده كان عنده وجبات دفاعيه، كان عنده اتزان في الحته دي. واقف اجاييه، علشان كده دور الاطراف بكره مهم جدا، خاصه ان فريق الوداد مميز في حته الاطراف دي عن طريق اوكو وعن طريق زي ما كان شيف قال اسماعيل حداد. فالنهارده لازم برضو كان انا ببدا مباراه من الاول وجديد. وهناخد كلامك حته التحذير للنادي الاهلي، هنطلع فاصل وبعدين هنروح التقرير احذر يا اهلي، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي. ارجوكم انتظرونا. وبرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا خبر عن تتويج مستر موسيماني بلقب افضل مدرب في جنوب افريقيا. مستر موسيماني المدير الفني الحالي لفريق النادي الاهلي والسابق لفريق سان داونز، فاز بجائزه افضل مدرب في جنوب افريقيا عن الموسم المنتهي 2019-2020. ومستر موسيماني حصد الجائزه بعد ما قاد فريقه السابق سان داونز للتدويج بلقبي الدوري والكاس، يعني هو خد البطولتين اللي موجودين حتى الان في جنوب افريقيا 2019-2020. كابتن شريف، يعتبر انجاز كبير لمستر موسيماني اللي هو باله ايه، خلي بالك 15 موسم بيدرب في سان داونز ما شاء الله، يعني او عامل 15 لقب مع سان داونز. سوري، الحقيقه مدرب انت ما كنت تتصرف عليه او بتجي لك مقابلات معاه وانت بتلعبه تحس انه جزء كبير قوي من الفرقه اللي احنا بنلعبها، يعني جزء تكتيكي، جزء فكري، جزء مع مختلف اللعيبه اللي عدت عليه في فرقه سان داونز، باني فرقه زي ما تكون زي ما انت بتقول 15 سنه، يعني باني عماره وهو صاحب العماره. هو سبع سنين بس 15 لقب. 15 لقب. سبع سنين مع فريق سان داونز. يبقى سبع سنين دول مده كبيره جدا لما بيبقى مدرب عايش مع فريق زي مانويل جوزيه كده، لما جه مره ومشي ورجع تاني عاش فتره حقيقه قدر ومنهم لقب افريقي. قدر يروح بيهم كاس عالم الانديه اكثر من مره او مرتين. ف راجل بيحب الكورة وفي نادي كبير وأندية كبيرة ومع مختلف لعيبة كبيرة كمان بتجبره على الخبرة اللي هو اكتسبها دي كلها، إنه دايما يبقى بيبحث عن بطولات، دايما بيبحث عن التيكوف، يعني على طول باصص لقدام. إن شاء الله ربنا يتوجه بإذن الله ببطولة أفريقيا المرة دي ويروح بقى بطولة كأس العالم للأندية. فأنا بهنيه على الفترة دي، وبهنيه على إنه حياته والسي في بتاعته الحقيقه كراجل رياضي والكلام من ده تشرف اي حته يعني. كابتن هاني، مستر موسيماني بالالقاب اللي هو محققها مع سان داونز والتتويج بافضل مدرب، اعتقد ان هو ممكن نقول ان هو كان اختيار جيد من اداره النادي الاهلي في التوقيت ده. مفيش شك يا كابتن، مفيش شك، اتكلمنا على الموضوع ده يمكن بتفاصيل كثيره جدا، انك في وقت قصير جدا ازاي توفر مدرب، لان توفير المدرب في الاوقات الصعبه دي لازم يتوفر فيه بعض الشروط، يعني ده مش انت ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيشوف ايه الانسب مدرب بالنسبه له، كمان التوقيت نفسه. فلو بصينا على توقيت طبعا اختياره بالنسبه كشخصيه، لو اتكلمنا على شخصيه موسيماني زي ما الكابتن شريف قال، هو راجل شغال على بطولات، يعني حقق 10 بطولات في 7 سنين، فانت بتتكلم على شخصيه مدرب عنده طموح البطولات، ده مهم جدا، ده يتناسب مع شخصيه النادي الاهلي. على الجزء الاخر والجزء الفني انه عنده خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه، وخاصة يعني عارف النادي الأهلي، قابله كتير جدا. على الجانب الآخر أنه هو كان جاي أول مباراة بالنسبة له مهمة كانت مباراة الوداد، فهو كمان عنده خبرات أمام فريق الوداد بشكل كبير جدا. فدي أنت بتتكلم على شخصية مدرب يتناسب مع شخصية النادي الأهلي من حيث الطموح للبطولات والشغف للبطولات، دي جزئية. الجزئية الثانية على المستوى الفني ان هو الانسب، عارف اللعيبة بشكل كويس، متابع البطولة اللي هو جاي عنده التحدي الاكبر فيها وهي البطولة الافريقية، عنده كمان عنده خبرات كبيرة جدا مع المنافس اللي هو الوداد، المنافس الاول اللي كان هيقابله بصورة جدية جدا. لو بروزنا كل دوت هنلاقي ان هو موسيماني هو الاختيار الافضل في الوقت دوت مقارنة باي مدرب اخر
حتى لو كان السي في اكبر شويه، حتى لو كان الاسم على مستوى الاسم كمدرب ممكن يكون اكبر شويه، لكن زي ما بقولنا هذه المقومات اللي توفرت في موسيماني اعتقد هي كان هو الاختيار الافضل للنادي الاهلي. وهاكد كلام الكابتن شريف ان الجائزه دي كمان يعني بتدي له نوع كمان من الثقه، وبتدي جماهير النادي الاهلي جزء كبير كمان، هم خلاص هو اكتسب الثقه، لكن ان شاء الله مع البطوله كمان باذن الله يتوج بالبطوله ويبقى ديت يعني التاج الاكبر لاستمرار موسيماني لفترات طويله. هاخد من دي جزئيه كمان ان النجاحات موسيماني مع سان داونز مرتبطه بالبروجكت، مرتبطه بمشروع نادي، واعتقد النادي الاهلي مع نجاحات موسيماني اعتقد ممكن يكون عنده بروجكت، عنده مشروع لثلاث او اربع خمس سنين قدام. الراجل عنده رؤيه فنيه كويسه، الراجل مهتم كمان بقطاع الناشئين وده مهم جدا. فيعني كل ده هيبان كمان ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه، بالرغم من ان عقده تقريبا موسمين مش كده؟ اه سنتين. ما انا بقول لك سنتين بس ان شاء الله باذن الله. يعني انا من خلال حتى كان ليا لقاء معاه شخصي يعني اول ما وصل، هو عنده طموح كبير جدا، والنادي الاهلي دايما بيشجع المدربين اللي عندهم طموح كبير، وزي ما قلت لك شخصيه موسيماني قريبه من شخصيه النادي الاهلي. فاعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله نحقق اول حاجه الهدف التارجت الاكبر هو وصول ان شاء الله للتاسعه، واعتقد بعد كده ممكن النادي الاهلي حتى يبص لتعاقد اكبر لمده كمان يجدد سنتين، ليه لا؟ انا دايما مع يعني مع حته انك ادي مدرب بروجكت واشتغل معاه لمده 3 4 سنين، ده بيكون افضل يعني ان حتى تدي له سنه او سنتين. يعني ده وجهه نظري، واعتقد النادي الاهلي ممكن في الفتره اللي جايه يطبق الجزئيه دي. ولكن طبعا في تقييم سنوي. ما فيش شك. انت دايما بتحط تارجت قدامك، انت لما تعاقد مع مدرب يا كابتن شريف وكابتن عادل عارف واسامه عارف، انك بتقعد على ترابيزه وتقول انا بتعاقد مع مدرب انا عندي تارجت، ايه التارجت بتاعي؟ التارجت بتاعي البطولات طبعا النادي الاهلي، لكن من بعد البطولات انت عندك كمان تحديات ثانيه، عايز نخرج مثلا ولاد الناشئين اللي طالعين، عايزين نوصل لتارجت معين كمان سنتين ثلاثه يكون عندنا فرقه شكلها ازاي. فالتارجت والاهداف بتبقى كتيره، لكن بيبقى في هدف قدامك يعني تحقيق الدوري والكاس والثلاثيه دايما هي الاساس، لكن بجانب كمان كده انك وده مهم جدا انك كمان نطلع بقى الولاد الصغيرين. عندنا مدير فني دلوقتي في قطاع الناشئين ده يبدا يتعامل بشكل علمي يعني. انا كمان عجبني في حاجه، اذا كان اللي انا قريته صح يعني او اللي انا اعرفه صح، ان هو كان في كلام على ان العيب يجي من بره في نص الملعب كويس، ولكن هو كانت ليه رؤيه خاصه بعد ما شاف بعض المباريات يعني وشاف بعض اللاعبين اللي هم سال عنهم قالوا له دول معارين من النادي الاهلي، قال لا انا عايز كذا وكذا وكذا يرجع تاني. ما هو ده يعني ده شيء مهم اخلي طبعا اسامه، لان كمان اسامه اشتغل في قطاع الناشئين وعارف ده كويس قوي، ده مهم ان هو كمان مش ليه رؤيه خاصه. خلينا نتكلم، مش ان هو ده لعيب كويس ممكن يقول لك طب هاته، لكن هو عنده رؤيه خاصه شويه، يقول لك لا انا ممكن الولد اللي عنده، وده فكر الاجانب شويه، الولد اللي عنده 20 سنه 21 سنه ده يقعد معايا 10 سنين صح. غير لما يكون حتى لو لعيب كويس عدى 30 سنه. في منهم قطاع كبير قوي اشتغل مع عادل كمان مش كده؟ وعادل كمان اشتغل معاهم، وخصوصا لو كان خامه جيده مش اي حد طبعا. طبعا واحنا عندنا يعني لو هنيجي للملف الصفقات الاعارات، لا عندنا لعيبه كويسه جدا، واعتقد النادي الاهلي هيستفيد منهم السنه الجايه ان شاء الله. باذن الله باذن الله. كابتن عادل، كابتن هاني اتكلم على ان هو اختيار جيد، ولكن انا كنت عايز اسال سؤال ثاني. هو طبعا مستر موسيماني وضح تاثيره في مده قليله، هل ممكن يبقى جاي لك مدير فني في فتره قصيره جدا يوضح تاثيره دوت على اللعيبه كاداء وكتركيز ذهنيا وبدنيا وفنيا في العشر ايام او الاسبوعين دول؟ طب خلينا نتكلم كلام منطقي. بالظبط. يعني مدير فني مش هيقدر يغير كل الحاجات دي، انا اقول لك من وجهه نظري اتغيرت ازاي. اول حاجه النادي الاهلي لما كان بيشتغل وهو فايلر كان بيقول اقعد او امشي، كان عاجبني قوي إدارة النادي الأهلي وتفكيرها. رقم واحد عملوا إيه؟ السكوت وبيفكروا، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين لما بدأ يجيبوا واحد ما خلوش أوضة اللبس، ودي أنا بتكلم فيها كتير قوي، وإحنا ناس مدربين وعارفين، كابتن هاني كمان اشتغل في الأمر ده وعارف الأمر ده، إن أوضة اللبس ضرورية جدا إنك أنت ما تعملش فيها بلبلة. كويس.
فاللي حصل ايه؟ اللي حصل اني اول ما مشي فايلر لقيت موسوماني موجود متواجد كويس. دي ادت فرصه للعيبه ان هم في تركيزهم، مش هيجي اي مدرب يتعب، لانه هيجي عاوز المدرب لما يجي عاوز يعدل من نفسيه اللاعبين، ومدرب اخر مشي ولاعيبه، في مدرب كان بيحبهم وفي لعيبه ما كانش مقتنع بيها، فكل الافكار اللي دي مش هديك فرصه انك انت تفكر فيها. علشان كده موسيماني جه على ارضيه ممهده كويسه، هو كمان مدرب كويس كويس، وتتويجه بحته ان هو خد افضل مدرب في جنوب افريقيا مع نادي يعني عايز اقول لك في السبع سنين امسكهم موسيماني عمل اداء متميز، واخد 15 بطوله مظبوط، يعني في معدل بطولتين في هنقول بطولتين وبطوله افريقيه يعني بطولتين في السنه للسان داونز وبطوله افريقيه وبطوله افريقيه كمان بالظبط، فده ناتج كويس. لكن تعالى نتكلم بقى على الاهداف اللي احنا عايزينها. اول حاجه الهدف الاولاني ان الفرقه تتغير نفسيا الاول، وده اللي يقدر المدرب يعمله في فتره صغيره كويس، انك انت تغير اللعيبه نفسيا مع الاداء المتميز بتاع اللاعبين اللي شفته في مباريات الدوري. يعني كل الاختبارات اللي دخلها موسيماني مع الاستقرار اللي انا شرحته في الاول وكل الاستقرار اللي حصل انعكس جوه الملعب. موسيماني كمان كان عنده مشكله في مباراه انبي، عجبني جدا ان هو التغييرات بتاعته فيها فكره، بس برضه لازم نحيي فيها الناس اللي موجوده معاه سامي قمصان، ونحيي كمان سيد عبد الحفيظ المصريين اللي متواجدين. وبعدين دلوقتي المدير الفني ما بقاش وان منشور، ما بقاش المدرب لوحده، بقى الجهاز الفني اللي معاه. هو لما محتاج يسال في فنيات بيسال سامي ويسال كابتن سيد ولا لا في البدايه دي؟ لانه انت لسه ماسك. بص يا كابتن ايمن، اي مدرب يغير من فكر الفرقه كلها يبقى فكره لوحده هو جوه الفرقه اللي بيطبقه مش اقل من 8 مباريات طبعا. لو شهرين ثلاثه ده احنا بنقول لو استعجل قوي صحيح. لكن خلينا نتكلم ان انا اقدر اخد منك افضل حاجه ممكنه. بمعنى ايه؟ هو طلع ذكي، هو اشتغل على الناحيه النفسيه كويس. في لعيبه زي قفشه مثلا، انت شفته متحرر ازاي؟ كويس. شفت السلام بتاع قفشه عليه بعد ما جاب الهدف بتاعه؟ أي. في حاجة حصلت بينهم أنا شفتها، خدت بالي هو قاعد يشاور على قفشة، يعني دي معناه إنه إداله الثقة. وخلي بالك ساعة ما قفشة ضيع البينالتي مرة في ماتش من الماتشات اتكلم عليه كويس، هو اتكلم عليه كويس برضه. ما هو ذكاء المدرب عشان تخش بسرعة في المنظومة، إنك أنت تخش من ناحية النفسية، إنك أنت كمدرب تبقى مراقب وتبقى كمان أنت دارس الفترة النفسية اللي قبل ما تمسك بأسبوع أسبوعين إيه اللي حصل. ممكن تلعب على الناحيه النفسيه ان في لعيب يكون متضايق او حصل له موقف انت بتغيره له تماما أي. فانت بتجيبه انت فاهمني. فموسيماني عمل الاداء ده أي. لعب الاول اختبار لي في الدوري نجح نجاح باهر. المباراه اللي لعبها بره في الوداد انا من وجهه نظري مكسب موسيماني كان في بساطته في تكتيكه أي. بمعنى انه ما ألفش كتير. احنا كان بيبقى عندنا مشكله في الفتره اللي الاخيره مع فايلر، كانت حته التاليفه كتير، لكن تلاقي ان هو بدا يلعب بالطريقه اللي اللعيبه كلها اقل واحد خد فيها 30 مباراه ايوه، فتحس ان اللعيبه كلها كمان يعني عاوز اقول لك ارتحيه فيها الراحه في اللعب. ولكن في حاجه تانية لازم برضو نحذر منها، انك كنت بتلعب الوداد، انت بتلعب الوداد كان لسه مخلص الدوري قبلها باربع ايام خمس ايام اسبوع أي. في طحن ما بينه وما بين الرجاء أي. عشان كده تبص تلاقي ان الرجاء والوداد اللياقه البدنيه خانته، لكن ممكن يكون في راحه، ممكن لا ترجع لهم لعيبه فيبقى في اداء عندهم اقوى من اللي فات. ولكن الضغط اللي عمله موسيماني في البدايه ده ينم على انه مدرب عنده جراءه، والنادي الاهلي والفرق الكبيره محتاجين المدرب الجريء وليس المدرب اللي هو يدافع. يعني لو سالت مثلا الكابتن هاني رمزي انا هلعبه انا الاهلي وهو مثلا اي فرقه من الفرق وهو مدرب وانا مدرب، هقول له كابتن هاني يعني انت هتمسك كام لعيب من عندي؟ ايوه. ولو فاكرين مستر فيصل لما كنا هنلاعب فرقه من الفرق مش هقول على اسمها،
فبيقول لنا وجهه نظركم ايه في المباراه دي، كان مباراه مهمه قلنا له ان احنا عاوزين نمسك ده وده وده، قال لما انا امسك دول المدرب الثاني هيقول ايه همسك ايه بالزبط. فمدرب النادي الاهلي محتاج ان هو يكون شخصيه عندها جراءه بس بحدود وحذر. بس هو في حاجه في النقطه دي انت وبتكلم مع الكابتن هاني، حتى لو كلمت مع الكابتن هاني انا كمدير فني متواجد حتى هنا وشايف النادي الاهلي وشايف الفرق اللي حوالين النادي الاهلي واخد دوري، يعني ما كنتش اشك 1% ان هو ممكن يلعب بالاسلوب ده. الاسلوب اللي لعب بيه يعني موسيماني بمباراه الوداد هو السهل الممتنع. أيوة. السهل الممتنع اللي هو اولا انك انا في رايي الجون بتاع قفش دوت واشارته ليه اعتقد ده كان فيه تدريب انك الضغط العالي وخاصه لرقم 10، رقم 10 ساعات واضح جدا لو قفشه في الوضع الطبيعي انه مش هيكون في المسافه اللي تسمح له بالضغط على السيرد باك، لكن ده كان نوع من انواع التدريب. وضغط على مين يا كابتن هاني؟ خلي بالك على جبران اللي هو مغير حتى... لا اللي هو مغير مكانه، ده كان ديفندر ورجع لعب سيرد باك. حتى لو كان في سيرد باك فكره يعني حتى لو كان في سيرد باك اصلا سيرد باك التدريبات اللي كانت بتحصل انا توقعي ان كان الضغط العالي ان هو طبيعي جدا لو كره مع سيرد باك في مروان بيروح لسيرد باك، لو كره اتنقلت للسيرد باك الثاني كان دايما عندنا مشكله ان 10 ده بعيد او بيلعب تحت مروان شويه. أي. المسافه اللي هيقطعها عشان يضغط على السيرد باك بتبقى بعيده فما بيضغطش فبيستنى والسيرد باك الثاني بيطلع بالكره. فاللقطه اللي حصلت ديت وخاصه في اول 4 دقائق لا ده كان قفشه قريب قوي من مروان، فاللحظه اللي راحت فيها الكره وبدا يغلط. خلي بالك هو السيرد باك لو كان عنده كمان ثانيه كمان لو متاخر عليه قفشه كان هيلحق الكره لانه اتلخبط في الكره. فهو الضغطه دي حاجه يعني انا متاكد منها 100% انها كانت في التدريب، وعشان كده الاشاره بتاعه موسيماني لقفشه ان احنا عملنا كده يعني. ان احنا عملنا كده في التدريب وانت استغليت الفرصه واعتقد كمان الفينش بتاع مجدي قفشه ده انا في رايي ممتاز لان جري كتير قوي مساحه كبيره قوي ان هو يروح يحافظ على الكره حطها كويس قوي في وقت ان انت كمان خلي بالك 4 دقائق انت لسه ما دخلتش جو الماتش يعني صح. بلغه الكوره ما انت عارف يا كابتن ان انت لسه ما لسه انك مزبوط. تروح وتقطع وتحطها بالمنظر ده اعتقد كان شيء هايل من قفشه وده جزء مهم جدا ان المدرب لما بيعمل تركيبه او جزئيه في التدريب وبتحصل جوه الملعب يعني بيبقى اسعد الناس وكمان صحيح. دي اللقطه دي ترجمه اللقطه ما بين موسيماني وقفشه يعني. في كلمه واحده بس على موسيماني عايز اقولها كمان جميل جدا انك تكون مدرب تتمنى. طب نستاذنك قبل التمانية كابتن عادل معلش يعني. هنروح لمراسلنا المتميز شريف شعبان من فندق الاقامه ونساله ايه الاخبار عندك يا شريف. مساء الخير يا شريف. مساء الخير تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار الكابتن شريف الكابتن عادل الكابتن هاني الكابتن اسامه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من فندق الاقامه اللي موجود في النادي الاهلي في التجمع الخامس وليله مباراه الاهلي والوداد اللي هتكون بكره باذن الله في 9 مساء على استاد القاهره الدولي. يا رب باذن الله يكون الفوز بكره من نصيب النادي الاهلي ويتاهل الى النهائي النجمه 9 يا رب باذن الله، حلم كل اهلاوي يقترب باذن الله. يا رب باذن الله تكون النجمه 9 من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. خليني ابدا لك من اليوم اللي بدا النهارده. يمكن النهارده يوم النادي الاهلي كان طبعا الاهلي داخل معسكر من امبارح، النهارده يومه كان في العاشره صباحا كان في فطار اجباري لكل اللاعبين، الغدا كان الساعة 2 الظهر، يمكن المحاضرة النهاردة كانت الساعة 5 محاضرة فيديو، موسيماني أعلن فيه التشكيل في الكواليس طبعا واتكلم فيه عن قوة وضعف طبعا فريق الوداد وفرجهم على حوالي نصف ساعة أو 25 دقيقة بالتحديد من مباراة الوداد وواجبات لاعبي النادي الأهلي بكرة بإذن الله اللي ينفذوها بكرة بإذن الله على أرض استاد القاهرة. وكان التحرك على استاد القاهرة علشان خاطر الأهلي النهاردة يتمرن عليه، التمرين كان في السادسة ويمكن السادسة والربع مساء، الاهلي اتمرن ورجع الفندق تاني علشان العشاء كان يكون الساعة 8 ومن بعد العشاء يمكن خلد اللاعبين الى النوم على طول مباشرة لان بكرة هيكون اليوم حافل طوالا. يعني الناس كلها بتسأل علي معلول النهاردة شارك في المران ما شاركش في المران، علي معلول النهاردة شارك في الجزء البدني فقط من المران ولكن شعر بإجهاد في العضلتين الخلفيتين ففضل الجهاز راحته من تمرين اليوم. طبعا لعبه من عدم لعبه هيبان في الساعات القليلة القادمة ولكن بطمنك وبطمن
كل جماهير النادي الاهلي. القصه بسيطه جدا، اجهاد بسيط جدا. تعرف النادي الاهلي او الجهاز الفني بقياده طبعا مستر موسيماني بيتعامل على طول مع ملف باريحيه على طول، شعر بحاجه خفيفه جدا يريحه النهارده. بكره باذن الله يكون يعني لو احتاجوا الجهاز باذن الله يكون موجود. بكره هنعرف موقفه النهائي باذن الله من المشاركه، ولكن النادي الاهلي باذن الله غني بنجومه، وباذن الله اي 11 لاعب رجاله باذن الله بكره يكون الفوز من نصيبهم. الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد العشاء كلمت معاه عن سلبيه عينه لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله، قال لي العينه طبعا كلها سلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي. كابتن ايمن، يمكن النادي الاهلي بيتخذ الاجراءات الاحترازيه على اكمل ما يكون، اذا كان في الفندق اللي معاه نور العامل اللي بيطهر الغرف، بيطهر الفندق، قاعه المحاضرات، المطعم، كل مكان في الفندق، حتى الباص اللي الاهلي بيستقله، الاهلي بيستقله اتوبيسين او باصين، باص للجهاز الفني وباص للاعبي الفريق، بيتخذ كل الاجراءات، كل لاعب وكل فرد في الجهاز في غرفه منفصل عن الاخر، كل الاهلي بيطبق الاجراءات الاحترازيه بحذافيرها علشان خاطر يحمي لاعبي النادي الاهلي وبالتبعيه طبعا يحمي لاعبه منتخب مصر ومنتخبات اللي طبعا محترفين النادي الاهلي موجود فيها. بكره باذن الله هيكون يوم النادي الاهلي، هيكون الفطار الساعه 10:30، الراجل اخر شويه المواعيد عشان بكره المباراه هتكون في طبعا 9 مساء. بكره الفطار هيكون الساعه 10:30 الصبح، الغدا هيكون 2:30، المحاضره هتكون 5:30، محاضره نص ساعه، والسناكس هيكون الساعه 6، والتحرك على طول هيكون الساعه 7 الى استاد القاهره. المسافه من الفندق الى الاستاد بتتكلم في حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه بالكثير جدا، ويكون لاعبي النادي الاهلي موجودين في استاد القاهره. يا رب بكره باذن الله يكون اللاعبين النادي الاهلي موفقين. الراجل النهارده بعد العشاء اجتمع مع جهازه موسيماني وجهازه، بيتفرغوا ايضا على الوداد. الراجل في كل مكان معاه الايباد بتاعه وجهازه، كل واحد معاه الايباد وبيتكلموا على الوداد، نقطه القوه ونقطه الضعف، وبيقعدوا يناقشوا بعض كتير جدا في كل وجبه. يعني ملاحظهم في كل وجبه بيقعدوا يتكلموا عن اي مواجهه للنادي الاهلي، بالشرط الوداد بس الاهلي ولا بيلعب اي فرقه في الدوري. هتلاقي نفس التحضيرات حصلت قبل كده في المباراتين السابقتين، كان الجهاز الفني ايضا في كل وجبه كان البحريس يقعدوا يتكلموا على مباراه اللي هيلعبوها. يا رب باذن الله الاهلي يكون موفق بكره ويكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. لو عندك اي استفسار، ضيوفك عندهم اي استفسار، تحت امرك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان من فندق الاقامه. كابتن اسامه، برضو عايزين نتكلم عن الفتره الاخيره لمستر فايلر، والفارق بين الفتره الاخيره دي والفتره القصيره اللي مسكها مستر موسيماني. اكتر حاجه عجباني في موسيماني، يعني بغض النظر عن الفنيات، حبه وتقديره للنادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي من اول ما النادي الاهلي اتعاقد معاه. ده بيفكرني بلاعب مثلا انت بتتعاقد معاه، فانت اللاعب النهارده علشان يجي النادي الاهلي فيبدا يقول لك انا عايز كام ويحط الشروط والفلوس والكلام ده. وفي لاعب تاني يقول لك امضي على بياض للنادي الاهلي او يتنازل عن فلوس ليه ومستحقات ليه في نادي تاني علشان يجي النادي الاهلي. ده اللي حصل فعلا مع موسيماني. موسيماني يشوف كل كتاباته على حساباته الشخصيه عن النادي الاهلي، تقديره للنادي الاهلي، يقول لك يعني اتمنى ان اكون موجود في النادي الاهلي، وكمان قيمه النادي الاهلي كانه اكبر نادي في افريقيا، كانه بيشبهه بريال مدريد في افريقيا. تصريحات موسيماني في المؤتمرات الصحفيه من وقت ما جه تولى القياده الفنيه في النادي الاهلي، وقفت قدام تصريحين مهمين ليه. الاول كان في مباراه المقاولين العرب وهو كسبان، طلع اتكلم في سلبيه مهمه ما كناش بنتكلم عنها قبل كده، وقال دي نقطه مهمه عن ضعف اللياقه البدنيه. قال ازاي النادي الاهلي واحنا النهارده بكم المباريات اللي احنا لعبناها واحنا لسه ما ابتديش موسم، ازاي ما يبقاش الريتم بنفس القوه ونفس الاداء طول 90 دقيقه. قال دي من اول النقط اللي انا هبدا اشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه. فالنهارده بدا يحط ايده على نقطه ايجابيه، كان مع فايلر كنا بنشتغل وبنكسب لكن ما كانش بيتكلم في النقطه دي كويس. هل المده القصيره اللي هو يعني احنا شفنا ماتش الاهلي والوداد، النادي الاهلي كان مميز بدنيا من اول دقيقه لاخر دقيقه، هل في المده القصيره دي ممكن يبقى في تاثير على الناحيه البدنيه؟ ممكن يبقى في تاثير طبعا، بس مش طول 90 دقيقه. ممكن اوصل ل 70 دقيقه من المباراه ويحصل بس النهارده زياده الوقت في الاداء او القوه في الريتم زادت عند النادي الاهلي. كان النادي الاهلي بيلعب الشوط الثاني مع فايلر، شفنا احنا دلوقتي البدايه القويه مع موسيماني اختلفت عن فايلر. فايلر كنا دايما واحنا بنتفرج على الشوط الاول بتقعد الشوط بطيء مستنيين شويه ضايع من الشوط الاول ضايع. ممكن اتدخل بس في الجزئيه دي برضه عشان ممكن نشرحها. اعتقد ان طول ما انت بتلعب او اللعيب بيلعب مش في مركزه فكميه الجري بيجريها اكتر، فالتعب بيحل عليه اكتر. يعني انت لو بتحط مثلا مجدي قفشه ناحيه اليمين
فواجبات ديت جديده عليه، فهو بيحاول يشتغل، فكل ده مجهود ضايع فبيتاثر بدنيا. الجزء الثاني ان النادي الاهلي ظهر بشكل بدني افضل، انا شايفها بجزئين. الجزء الاولاني ان زي ما قال عادل، يمكن فريق الوداد كان عنده حرب مستمره للثلاث اسابيع قبل المباراه، وكانت حقيقة. المباراه النهائيه قبلها باسبوع، ده اثر عليه بدنيا. والجزء الثاني انك عنده السكند سبيريت، لما النادي الاهلي بيجيب جون في اول اربع دقائق وبيحس ان هو رتم المباراه بقى بالنسبه له هادي جدا، فبياخد الثقه، وبالتالي عدله الملعب لكل لاعب، عارف بالظبط هو بيلعب في مكانه، فعارف تحركاته، يعني مفيش الجري اللي ملوش لازمه، السبرنت اللي ملوش لازمه مش موجود. ما كانش فيه تأليف في التشكيل، فكل واحد بيلعب مكانه بالظبط، فدي طبعا ادت كمان شكل للنادي الاهلي كمان في الخطوط. يعني غير طبعا الحاجات الفنيه ان هم قريبين، عمليه الاستحواذ انك بتجري الخصم كتير جدا، انت طول ما انت معاك كرة الخصم هو اللي بيجري اكتر، فبيبان بيتعب اكتر، فكل دي طبعا بقول له اسامه كلامك مظبوط 100%، لان ده ظاهر في مباراه مهمة قوي اللي اتكلم عليها اسامه، اللي هو شاف اللياقه البدنيه، خاصه كمان انت النادي الاهلي بتلعب ضغط من فوق، فانت الضغط من فوق ده محتاج لياقه بدنيه في الضغط وفي الاستحواذ وتدوير الكوره. فدي اول نقطه اتكلم فيها واشتغل فيها خلال الفتره اللي فاتت، وشفنا نتيجتها ممكن مش بنسبه 100% في مباراه الوداد، لكن هتتحسن كمان خلال الفتره الجايه بشكل اقوى. صحيح. التصريح الثاني بعد مباراه الوداد هناك واحنا كسبنا 2-0، لما وقفوا في نص الملعب وكان الكابتن خطيب موجود، وهو على المستوى الشخصي اتكلم مع اللعيبه، قال انا مبسوط بالاداء، مبسوط بالنتيجه، لكن الفريق الكبير اللي يقدر يزود عدد الاهداف ويقدر كنا لازم نزود. مزبوط. النهارده انا كسبان 2، هو ما فرحش ان انا كسبان 2، لا. مزبوط. كان في لوم شويه من اللعيبه او في زعل منه من اللعيبه، عنده فرصه كبيره اكسب 3 و4 ازود النتيجه. الموقف ده فكرنا بجزئيه واحنا بنلعب الترجي في استاد القاهره، كسبانين 3 داخلين فرحانين بعد المباراه، فهو داخل وبيعنفنا كنا في الاوضه وبيزعق. النهارده انت تقدر تكسب 4 و5 اكسب، هي دي الكوره. وكان المباراه الثانيه في الاسماعيلي، في الاسماعيليه كسبان 6، والاسماعيلي فريق كبير داخل بعد المباراه برضو بيزعل اللعيبه، تقدر تكسب 7 و8 بعد 6. وماتش الاهلي والزمالك 6-1 برضو الاهلي برضو كان زعق او زعل ان في برضو موجود في الاسماعيلي في الترجي. طبعا انت بتلاقي المدرب او المدير الفني فكره راح لحته غير اللعيبه، انت النهارده كسبان 1 او 2 او 3 انت مبسوط قدام فريق كبير، لكن يقول لك لا تقدر تكسب 5 و6 اكسب. فالنهارده بيوصل لك انك انت زي سايق عربيه دايس بنزين طول المباراه، ما ينفعش اسير رجل من على البنزين، انت على طول شغال يعني بنفس الريتم ونفس القوه. مظبوط. الحاجه الثانيه الكابتن هاني بيقول عليها على مستوى الناشئين بقى، هو جريء في حته الناشئين، شفناها في مباراه بيراميدز، انت بتلعب ناقص واحد بيلعب عربي بدر وشادي رضوان لاول مره بيشارك مع النادي الاهلي، فما عندوش خوف انه يلعب بالناشئين، لا بالعكس ده بيعتمد بيهم عليهم. الموقف ده حصل في جنوب افريقيا في مباراة حاسمة في الدوري الجنوب افريقي، يعني مباراة مصيرية تحقق البطولة، شارك 2 لعيبة في المباراة، فسألوه بعد المؤتمر ازاي انت يعني النهارده مباراة 2 ناشئين ازاي النهارده لازم تشارك 2 خبرات وكده، قال لهم اكتر وقت اللعيب ياخد فيه خبرات واكسب لعب هو الوقت ده. ايوه. عشان كده طلع بالتصريح قال لك اللعيبة الصغيرة يعني لازم تسبح مع القروش، اللعيبة الكبار يعني لازم يتعلم العمق في الحتة دي. فهو دايما موسيماني بتصريحاته بيعرف يعني يدي حوافز للعيبة كبيرة، دوافع كبيرة للعيبة، هو كمان عنده طموح. وقبل ده كله النقطة الفيصل والأهم إنه هو مقدر قيمة النادي الأهلي. طبعا هو حابب. عايز تتكلم عن موضوع الطموح دوت بالنسبة لمستر موسيماني؟ هو واضح يعني الطموح واضح بالنسبة له جدا، وزي ما قلت لك كابتن أيمن، وهو يعني انا حتى اتكلمت معاه شويه كده بره يعني بره الاستوديو قبل ما اسجل معاه، هو قال لي هو اصلا من لما كان بيحلل حتى البطوله الافريقيه في 2019 و2018 كمان، فقال تقريبا كلم حد قال له انا نفسي ادرب النادي الاهلي، فالفكره 2019. عنده الفكرة عنده يعني الفكرة انه في تارجت مدرب احنا لا امنية امنية يعني انا قبل الفصل لما قلت لك يا كابتن ايمن ان موسيماني كمان كان يتمنى النادي الاهلي، فانت عارف لما تكون جاي وعايز تثبت ذاتك في نادي كبير زي النادي الاهلي وكنت بتتمناه طول الوقت وكنت بتحلم بيه عليه وبتحلم بيه، فلما جالك الحلم فانت متمسك بيه قوي، هو وبيحاول فيه كتير قوي وبيشتغل فيه بصوره قويه. ده صحيح. والجهاز الفني يا كابتن هاني مهمه، يعني السؤال اللي اخده الكابتن اسامه اللي هو بتاع بان اللياقه البدنيه، اللياقه البدنيه بانت من الاستشفاء وليس من تعليه اللياقه البدنيه. ليه؟
انت في موسم خلاص، انت في النهايه، انت في اللياقه البدنيه الواهيه في الموسم ده. أيوة. انت راجع من كورونا 5-6 شهور 4 شهور، فانت بتملى اللعيبه لفتره صغيره قوي، واللعيب يعلى يعلى وبعدين لازم هينزل تاني، علشان انت ما عندوش اساس بتاع فتره اعداد. أيوة. لكن عنده اشتراكات بيلعب كتير كتير كتير، فالاستشفاء هو اللي وصل لعيبه. علشان كده بقول لك الجهاز بتاع موسيماني اكيد جهاز جيد جدا. مدرب الحراس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ده من الناس اللي مش عمل تطور ده. عمل تطور كبير قوي مع الشناوي، انا بحييه فعلا، وده برضو حابب على فكره. أي. خلي بالك بتفرق كتير، خلي بالك تعادل مع الشناوي بس شفنا عليه بس هقول له عليه كمان مصطفى الشاغر لا كابتن شريف يعني فارق مع الثلاث واضح اثاره فعلا بس كمان الامانه هو انا عجبني في حته لما جه مصر كمان وشاف اللعيبه البروميسنج بتوعنا الصغيرين، قال لك لعيب قاعد يتنطط قدامي ويجري وبيديني، ما انا لازم اديله يعني. هو الراجل اكبرني كمان ان انا اخليه مع الفرقه، وعجبني ان هو عينه جايب صالح جمعه وجابت الناس كلها وبيتفرج ناحيه ثانيه، عايز يعمل نفسه كتيبه بالظبط، كتيبه دفاعيه، كتيبه هجوميه، كتيبه في نص الملعب، لانه جه على ظروف صعبه جدا اللي هي الكوفيد والكورونا والانتقال من مرحله لمرحله، وعنده دوري لسه ما خلصش وعنده بطوله اهم. بالزبط. هو عنده فكر الحقيقه، الراجل احنا بنتمنى له الحقيقه تدويج، نتمنى له التوفيق كابتن شريف. وانا من رايي والله الشخصي يعني، وطبعا كلنا تحس انه منا كده يعني، مش غريب علينا يعني. البطوله بتاعتنا ان شاء الله، لكن انا يعني انا شايف ان كمان لا قدر الله لو حصل اي حاجه، ده وارد في كره القدم طبعًا. يعني ما يكون بعيد، لكن لكن ما تبقاش قياستنا ان احنا نطلع لا قدر الله لو حصل حاجه يقول لك ادي يا عم ده مسلمين ما عندوش فكر يعني. خلينا نتكلم بروفيشنال شويه، احنا طالما شايفين ان في بوادر، مدرب كويس عنده رؤيه كويسه، ماشي إيجابيات. عنده ايجابيات، فليه لا ان يعني نديله الفرصه يعني. خلينا نقول بعدين في واحد بيبقى تحس ان هو مواكب النادي الاهلي يعني، صح شخصيه طريقه النادي الاهلي، الراجل ده انغمس بسرعه وقدر يثبت ان هو يستطيع ان يقود هذه المرحله، انه بقى له فتره معاه المرحله دي، مرحله صعبه وهو شايلها بابتسامه، صح بالظبط يعني، على طول هو مطمنك كده وهو قاعد. وعموما هنروح لتقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي تحت قياده مستر موسيماني، وبعدين نروح لفاصل ونرجع نستقبل الدكتور احمد ثابت والتحليلات الرقميه لمباراه الغد بين الاهلي والوداد. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب دكتورنا الدكتور احمد ثابت. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور، تحياتي لحضرتك، واكيد وشرف ليا التواجد مع كابتن اسامه وكابتن هاني وكابتن شريف وكابتن عادل. اكيد تحياتي لحضراتكم كلكم، وبالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك، نور يا دكتور. نور يا دكتور. شكرا. في البدايه هنبدا هنستعرض كده مقارنه، نذكر الناس بالارقام بتاعه النادي الاهلي ونادي الوداد بدايه من دور المجموعات، من اول ماتش في دور المجموعات لغايه نص النهائي. دور المجموعات احنا لعبنا فيه 3 و3 6 مباريات، ولعبنا فيه دور الثمانيه ماتشين يبقى 8، وماتش نص النهائي يبقى هنقارن ما بينهم في 9 مباريات ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الوداد. اول حاجه معانا طبعا النادي الاهلي هو الاقوى خط هجوم، لو استعرضنا الارقام هنلاقي النادي الاهلي مسجل 12 هدف، والوداد هم الفرقتين اقوى خط هجوم في البطوله، سواء النادي الاهلي او نادي الوداد الاثنين مسجلين 12 هدف. تاني حاجه استقبلت شباك واهداف بالنسبه لخط الدفاع، الوداد اللي هو اللي على اليمين على الشاشه والنادي الاهلي اللي هو على الشمال استقبلت شباكه 9 اهداف، النادي الاهلي دخل شباكه 5 اهداف فقط. اذا النادي الاهلي على مستوى الدفاع اقوى بكل التاكيد، حافظ على نظافه شباكه، يعني الكلين شيت بتاع الوداد ماتشين بس من 9 في دوري ابطال افريقيا، وبرده في الدوري ماتشين من 8. اذا الوداد عنده مشاكل دفاعيه كتير. الاهلي 4 ماتشات من 9 كلين شيت. نيجي بقى ده على طبعا الارقام على المستوى الدفاع، نيجي بقى لمستوى صناعه الفرص. في الدوري حضرتك قلت ماتشين من 8 من ساعه ما مسكهم جاموندي. من ساعه ما مسكهم جاموندي. فاذا الارقام على مستوى الدفاع الكلين شيت هم يعني ما بيخرجوش كلين شيت كتير. بالنسبه لصناعه الفرص، النادي الاهلي صنع اكتر فرقه في دوري ابطال افريقيا صنعت فرص، 20 فرصه محققه. نادي الوداد صنع 17 فرصه، وده رقم كويس برده بياكد ان هم على المستوى الهجومي قدراتهم كويسه. على مستوى اهدار الفرص الفرقتين بيضيعوا كتير، النادي الاهلي اكتر فرقه ضيعت في دوري ابطال افريقيا 11 فرصه، على مستوى الوداد برده ضيعوا 10 فرص. اكتر لاعب مضيع في الوداد بديع اوك، واكتر لاعب مضيع في النادي الاهلي جونيور اجايه، ده 3 فرص وده 3 فرص. هنستكمل بقيه المقارنه، برده نذكر الناس ان المقارنه اللي قدامنا دي منذ بدايه دور المجموعات لغايه نص النهائي.
نيجي لمعدل الاستحواذ على الكوره. النادي الاهلي هو اكتر فرقه بتستحوذ على الكوره، متوسط الاستحواذ بتاعه 56%، 55.9% يعني 56%، نادي الوداد 51%. اذا الاستحواذ بتاع النادي الاهلي اعلى. متوسط التمريرات في المباراه الواحده النادي الاهلي بيعمل 377 تمريره مقابل الوداد بيعمل 307، يعني فرق 70 تمريره في الماتش. وبرضه معدل الاستحواذ فرق حوالي يعني 56 ناقص 51، يعني فرق 5%، رقم كبير. نيجي برضه لمعدل المحاولات على المرمى، النادي الاهلي اعلى رقم في البطوله، اكتر فرقه بتروح على الجون 10 و9، يعني النادي الاهلي بيعمل 11 محاوله على المرمى في الماتش الواحد، اما نادي الوداد بيعمل 9 محاولات. اذا الارقام برضه بتاكد ان هم قريبوا، ارقامهم قريبه بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي هم بعيد. على مستوى المهاره هم احرف مننا على المراوغات الناجحه، هم بيعملوا 7 و9، يعني 8 في الماتش الواحد، احنا بنعمل 7، يعني قريب. بس هم برضو على مستوى المراوغات الناجحه عندهم اسماعيل الحداد، عندهم بديع اوك بيزودوا لهم المراوغات الناجحه. بالنسبه للكروت الصفراء الوداد حصل على 16 كارت مقابل 15 كارت للنادي الاهلي. نيجي نبص ليه معدل برضو ارتكاب الاخطاء مع الكروت الصفراء. طبعا هم عشان كان مدربهم جريدو كان بيعتمد اكتر على الجانب البدني، بيعتمد على العنف اكتر، فكان دايما بيرتكب اخطاء اكتر. نكمل الاحصائيه اللي بعد دي، هنلاقي نبص نلاقي ان هو بالنسبه للكروت الحمراء النادي الاهلي حصل على كارت واحد كان لايمن اشرف، الوداد ما حصلوش على ولا كارت احمر من اول مباراه دور المجموعات. نيجي لارتكاب الاخطاء، هنلاقي ان هم بيرتكبوا 20 خطا في الماتش الواحد، رقم كبير. يمكن الرقم ده قل بعد رحيل جريدو، لان جريدو كان بيلعب اكتر على الجانب البدني. النادي الاهلي بيرتكب 16 خطا في الماتش الواحد. بالنسبه للحصول على ركلات الجزاء، النادي الاهلي حصل على 4، سجل الاربعه من بدايه دور المجموعات. الوداد اخذ 3 ركلات جزاء، سجل 2 وضيع واحده اللي هي صدها محمد الشناوي في المباراه السابقه. نيجي للارتكاب ركلات الجزاء، طبعا الوداد ارتكب ركلتين جزاء، وده برضو بيأكد على ضعف خط الدفاع بتاع كل الارقام، وان النادي الاهلي ارتكب ركله جزاء واحده، فكل الارقام اللي هي اللي بنستعرضها اللي هي المقارنه ما بين ارقام الاهلي والوداد بتأكد ان الوداد على مستوى الهجوم جيد او مميز على مستوى الهجوم، ولكن ضعيف جدا على مستوى الدفاع. هو ارقامه على مستوى الهجوم قريبه من النادي الاهلي، ولكن على مستوى الدفاع هو بعيد جدا. يمكن هو دفاعه اللي ممكن ما يسعفوش ان شاء الله ان هو ما يوصلوش نهائي. هنبص بعد كده على التشكيل المتوقع، بما اننا بنتكلم في ليله المباراه، التشكيل الاقرب للوداد بكره، ايه اللي ممكن يعمله المدرب بتاعهم جاموندي في التشكيل المتوقع. طبعا هو نفس طريقه اللعب، مش هيغيرها، 4-1-4-1، نفس طريقه اللعب هو اللي بيعتمد عليها في كل التسع مباريات اللي لعبهم مع فريق الوداد المغربي. في حراسه المرمى احمد رضا التكناوتي، الاثنين المساكين اللي هو لعب فيهم الماتش اللي فات، وده كان سبب في مباراه الذهاب، وده كان سبب في حصل اللخبطه اللي حصلت عندهم. وعوده شيخ كمارة بكره اعتقد ان هي هتديهم نوع من الدفء الدفاعي، مهمه جدا بالنسبه لهم عوده شيخ كمارة اللي هو نزل الشوط الثاني بيلعب في منتخب كوت ديفوار، احسن مساك في الوداد. كمان يا احمد لما نزل اخر ربع ساعه عمل شكل كويس، يعني واضح انه عنده سرعات، بيسلم كويس بشكل كويس، ف بيقف على كورته بشكل كويس، بيعمل تمريرات كمان. يا كابتن هام مميز في لعب الضربات الراس، بيطلع في الضربات الثابته لانه طويل القامه ولاعب مدافع دولي، فبالتالي هيدوهم تقل يعني بكره. اللي هو كان قاله من اسباب برضو ان جاموندي برضو لخبط شويه في الجزئيه ديت، وهو المفروض كان يبدا بيها. هو التاليف الكتير في التشكيل ادى لكده، يعني التاليف الكتير. وبعدين يا دكتور لما نزل كمارة، لما نزل يحيى جبران اتحرر وطلع نص الملعب. طب يحيى جبران اصلا في رقم ليحيى جبران مميز قوي، ان هو اكتر لاعب بيلمس الكره في فرقه الوداد، بيعدي 70 مره، فده بياكد ان هو مفتاح لعب بناء الهجمه من ورا. فهو كان ممكن يكون فكره ان انا عايز ابني ارجع ده لورا يحيى جبران، بحيث ان انا هو كورته حلوه فبيبني الهجمه من ورا. بس طبعا هو مش قدرات مساك خالص، فمن هنا الضغط العالي اللي عمله موسيماني مع اول دقيقه اول لعبه يحيى جبران بتقع منه كرة قفشه بيروح وبيسجل. لكن عوده سوري فاضع كلامك، احد الاطراف من الديفندرز عبد اللطيف مصير او يحيى عطا الله اللي خرج قبل المباراه بربع ساعه كده، واعتقد ان هو كان خارج بشد عضل مصاب الباك الشمال يحيى عطيه الله، تاكيدا لكلام حضرتك. أعتقد ممكن اربع ايام ما يقدرش، ممكن ما يلحقش، تاكيدا لكلام حضرتك. ولو ما لحقش بدري كادرين اللي هو هيبدا مكانه. الاثنين بصراحه على المستوى الدفاعي ضعيف جدا جدا جدا، ودي الجبهه اللي لازم نعمل عليها دايره. لازم بكره حسين الشحات يستغل الجبهه دي ان شاء الله، لو بدا في الجبهه دي. هم اصلا جايين 18 لاعب 18 لاعب فيحيى عطيه الله مش جاهز قوي، يعني ده يعني هو ممكن في التشكيل ده ممكن يعني يبدا مثلا ايه خلافين، اللي هو الباك الشمال والمهاجم،
هل هيبدا بجونيور ولا كازادي كاسونجو، وان كان الاقرب كازادي كاسونجو، كذلك يحيى عطيه الله هو الاقرب لو جاهز، لو مش جاهز هيدخل مكانه بدري كادرين. وزي ما قلت لحضراتكم الاثنين ضعيف جدا دفاعيا ولازم نستغل الجبهه دي تحديدا. هو معلش سؤال برضه، احنا وليد الكارتي، وليد الكارتي برضه من اللعيبه المميزه، بس هو طبعا في الفترات الاخيره مش ماشي كويس. هو طريقه اللعب عامه 4-2-3-1، يعني ممكن وليد الكارتي يبقى جنب يحيى جبران في جزئيه ساعه ما بيبنوا الهجمه وليه الاولويه، يعني وهم بيبنوا 4-2-3-1 وساعه الهجوم هو ليه الاولويه في الزياده، فبيبقى في كثافه عدديه قدام. هو ليه الاولويه، وممكن تاكيدا لكلام حضرتك يعمل حاجه برضو، يعني نوع، لان هو برضو عايز يعمل تماسك شويه بالزبط. عايز يعني هو هيلعب على الربع ساعه الاولى ان هو يحاول يخطف النادي الاهلي بهدف، او حتى لو خرج الشوط الاول 0-0 تبقى نتيجه جيده جدا للشوط الاول. فهو ممكن يعني يستغنى عن واحد من الاثنين دول، وليد الكارتي وايمن الحسوني، ويدخل النقاش جنب يحيى جبران، وطريقه اللعب تتحول 4-2-3-1، اللي هو يعني يشيل وليد الكارتي. تاكيدا لكلام كابتن هاني ان وليد الكارتي في الفتره الاخيره بيمر بسوء توفيق، يعني هو ما سجلش ولا هدف او سجل هدف واحد، هنستعرض ارقامه، سجل هدف واحد بس في البطوله، مش دي ارقام وليد الكارتي. فممكن وليد الكارتي يعني ما يبداش، وممكن يحط جنبه ابراهيم النقاش بحيث ان هو يعمل نوع من العمق الدفاعي اكتر، يديك يعني دي الاقرب. بس لو هو عايز يهاجم هيعتمد على نفس طريقته اللي هي 4-1-4-1 ويبدا بكده، او زي ما قال كابتن هاني ممكن واحد من الاثنين دول يكون مش موجود ويدخل ابراهيم النقاش كارتكاز تاني، خاصه ان ابراهيم النقاش برده لعب مباراه الذهاب ولعيب خبره، فممكن يلعب بال 4-2-3-1 بدل ال 4-1-4-1. التشكيله يا دكتور اللي موجود ده لحضرتك حاطه او متوقع لمباراه الاهلي بكره، شفنا هناك في المغرب الوداد كان عنده تحفظ شويه واداك الكوره في التحضير وكان بيضغط في نص الملعب، ممكن نشوف الشكل ده بكره، ولا ممكن يباغت النادي الاهلي بضغط عالي بكره علشان يدخل في المباراه وعايز يسجل؟ هو بالتاكيد هيقسم الماتش، يعني هو لو المدرب ده لازم هيقسم الماتش، هيلعب على الربع ساعه الاولى او النص ساعه الاولى ان هو يحاول يخطف هدف مبكر، لان هو جاي يلعب على ركلات الجزاء. فرصته الوحيده بكره، هو مش جاي يخسر حاجه، هو يعني قرب ان هو يعني يطلع، فهو جاي يلعب على ال 2-0 ان هو يكسب النادي الاهلي 2-0 ويلعب ركلات ترجيح. دي اللي هتلعب، فهو هيحاول يخطف الاهلي هدف يخطفنا بهدف مبكر. فانت هو هيلعب بضغط عالي، فعشان كده احنا لازم اول ربع ساعه ايه نستحوذ كتير على الكوره، نعمل اكبر عدد من التمريرات، ده مهم جدا. ليه؟ لان انت يعني انت لو لعيب منافس لما اشوف الفرقه اللي قدامي بتعمل تمريرات كتير وخسرانه في الذهاب 2-0 هقول له من جوايا خلاص انا سلمت اللعيبه دي، الفرقه دي اكبر مني. عمره يا دكتور ما بدا مثلا براسين حربه كفكره، انا بنفكر لازم صعب قوي يعني، صعب يعني هو يربع. عمره ما بدا براسين حربه، لان مش ممكن يبدا براسين حربه يفاجئك برضه، ما ممكن عايز يعمل مفاجاه، ممكن يبدا ممكن حربة. لو بدا براسين حربه هتبقى مثلا ايمن الحسوني، ما هو برضه يعتبر اصل ايمن الحسوني مهاجم، فهو يعني ممكن تحويله او يزقه لقدام شويه، يبقى 9.5 بس هو الاقرب. حداد بيلعب احيانا بيلعب تحت يدخل لجوه يلعب تحت ويضم للعمق بشكل كويس، حداد عشان عنده كورته كويس. بس هو في نقطه عايز اقولها لك يا دكتور، يحيى جبران لو لعب لوحده في الارتكاز دي بتعمل كارثه دفاعيه. لا يبقى في فكره عند المدرب انه مش هيخلي عبد اللطيف نصير ولا يحيى عطا الله يهاجموا. ليه؟ لانه يبقى دول ما يبقى عندهم ثبات، لانك لما بتلعب باثنين ديفندر بتخلي واحد فيهم لما بيطلع عبد اللطيف نصير يحيى جبران اللي هو ممكن يميل الناحيه دي عليه لما يطلع عشان يسد القناه بتاعته. الناحيه الثانيه يحيى عطا الله لو النقاش لعب يبقى هيدي مهام للطرفين او الظاهرين، هيديهم مهام اكتر. عشان كده انا بقول برجح انه يلعب باثنين ديفندر. لا يعني انا في اعتقادي انه لازم هيحرر الباكين، يعني انا في اعتقادي الشخصي بالواحد دي يا كابتن ما يقدرش. ممكن ما يقدرش، خاص انك انت عندك معلول معاك وعندك محمد معاك. هاني ممكن يلعب باثنين، بس انا في رايي لان كمان اسماعيل الحداد واوك كمان من النوعيه اللي بيخش على جوه شويه عندهم سرعات، فممكن هو ده بيوسع للباكين اللي طالعين. ما انا بس هو في الحاله ديت هو جاي عايز يعوض كويس. انا من وجهه نظري النقاش ملوش اي لازمه في المباراه دي. ايوه بس دي ازمنه الملعب يا كابتن، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابدا في الاول ان انا منهيش المباراه عليا. بمعنى ايه؟ طبعا ان انا لو ضغطت ضغط قوي مش هيحصل من الاول. مش هيحصل، انا متاكد. هو انا متاكد انه هيقسم المباراه على جزئيات، لكن اهم جزئيه بالنسبه له هو الجزئيه ايه؟ الجزئيه الاولى من الشوط الاولاني اللي هي الربع ساعه الاولانيه والربع ساعه الثانيه من الشوط الاول الثاني. دي البدايه اللي بيقدر ان بيعمل السيناريو وبيغيره.
تغيير السيناريو مع النقاش، انا من وجهه نظري ان انا شايف انه ممكن يبدا بالسيناريو اللي هو التحفظي مش الهجومي. انا ماشي، بس انا كده خسران لعيب ممكن يؤدي اداء هجومي، لان ابراهيم النقاش ملوش دور هجومي خالص، فانا ايه اللي يخليني الاعب النقاش جنبي يحيى جبران؟ عشان احرر الطرفين. ايوه صح، ممكن عشان احرر الطرفين. لا، ويدي الحريه النهارده سمير حداد ما يرجعش. أيوة. او فوق ما يرجعش، فيلعب ورا الباكين عندك ويعتمد على هجمات. هم اوريدي ما بيرجعوش في كل ماتشاتهم، ممكن يشتغل على النقطه دي. هم اوريدي ما بيرجعوش في كل ماتشاتهم، يا ريت يلعبوا كده، دول على طول قدام. هي الفكره زي ما بيقولوا، يا اما هيبقى النقاش جنب يحيى جبران، وفي الحاله ديت زي ما قال عادل هيطير الباكين ويبقى فيه حريه حركه وكثافه عدديه. يعني كمان انت لما بتتكلم على 4-2-3-1 انت ممكن تهاجم بسبعه او بتهاجم بثمانيه، بس خلي بالك يا جماهير هيبقى عنده تحفظ في البدايه زي ما قال الكابتن عادل. يعني اول ربع ساعه لا، مش ممكن يكون في مخاطره ديت. لا انا في رايي ان هو هيعمل مخاطره من اول ما ينزل، لان مخاطره يا كابتن هاني، يعني اللي هو هيبقى فيه كثافه عدديه. أيوة. انا في رايي ان هو هيبدا زي ما النادي الاهلي بدا في الوداد، ان هيعمل ضغط عالي من قدام، وان هيكون فيه كثافه عدديه، وان هيحاول بقدر الامكان انه زي انا بفكر زيه ان انا اجيب جول زي ما الاهلي جاب جول في اول اربع دقايق. بس هو لو دخل فيه جول في البدايه خلاص، ما هو مش خسران حاجه يا كابتن. ما انا لو هو الفكر ان انا عايز اضغط الجول اللي هو هيجيبه هيدخله في بص يا كابتن اسامه، في نقطه مهمه عايز اقولها لك يا كابتن هاني. انت ممكن تدي الايحاء انك انت عامل ضغط، زي مثلا احنا في النادي الاهلي مثلا الجون اللي جابه قفشه. لا، ما هو مفيش حاجه اسمها ايحاء، ما هو هيضغط. لا، الايحاء يعني هو انت بتضغط، ولكن في عمق دفاعي. هو قصدي يخطف حاجه انت في عمق دفاعي. انت انا ممكن اخليك وانت بتلعب قصادي احسسك ان انا بهاجم وانا بعمل دفاع كويس. انت انا معاك، لان الفكره في ايه؟ مش انك تهاجم وتضغط بس، الفكره ما بعد الهجوم ازاي بتدافع، وما بعد الدفاع ازاي بتهاجم. حلو كلامك. هو ده اللي بفكر فيه. لو انا بفكر بدماغه، ان انا دلوقتي ما انا اتفرجت على النادي الاهلي وعرفت هو بيفكر. النادي الاهلي يبدا بيبني من تحت، مفيش كوره طويله، فعشان ممكن جدا وارد جدا انه عايز يكسر الحته دي واكسر رتم النادي الاهلي، فهضغط من قدام، مش هتخلي ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم يبداوا الهجمه، وبالتالي النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هيضطر يلعب الكره الطويله، فهياخد الكره الثانيه. الحته دي الخوف منها انها تحصل، انه يكسر بس رتم النادي الاهلي، ان هو يبدا في الحته دي بالضغط. احنا بقى بس يعني فيها مخاطره يا كابتن هاني، يعني هو عنده مشاكل. هو عايز، ما هو لازم ياخد الريسك. هيا يا كابتن ايمن، ما هو مش خسران حاجه يا كابتن هاني. عارف ليه انا بقول لك انه مش هيعمل الريسك ده يا كابتن هاني؟ هقول لك ليه. لانه اهم مشاكله في المباراه الاولانيه خطوط الجوار، الاجهاد والاجهاد بتاع لعيبته، هو مش خسران وضعف اللياقه البدنيه عنده يا كابتن. لا يعني بص، انا لما يكون انا عندي لفوف في حته الضعف اللياقه البدنيه، ادي المهام للعيبه على قد امكانيات اللياقه اللي عندهم. انا بتكلم اول 10 دقايق، انا بتكلم اول 10 دقايق. ما بتكلمش ان هو هيضغط ضغط عالي طول الوقت. انا بتكلم وما اعرفش احمد توافقني الامر، ان هو الاستراتيجي ان هو اول 5 دقايق، اول 10 دقايق يحاول يهاجم ويضغط. بس تحديدا في نقطه برضو، ان انت لما بتلعب، يعني لو جبنا الصوره اللي بعد دي، النقطه اللي هي الارتكاز واحد، ارتكاز واحد ديت هتفضي حته الزون 14 اللي هي المنطقه ال 14، ودي كانت سر فوز الاهلي في مباراه الذهاب. ان هو بيلعب بارتكاز واحد اصلا، ويحيى جبران مش مساك، مفيش حد بيروح يغطي، والباك اليمين والشمال مش قويين، او عبد اللطيف نصير كبير والباك الشمال ضعيف، فما كانش في واحد فيهم بيغطي او يرحل عشان يحول كارتكاز تاني. فكانت المساحه ديت اللي هي الزون 14 هنا، اهي الزون 14 بالظبط اللي هي المنطقه ال 14 فاضيه. فعشان كده قفشه ظهر، يعني قفشه طبعا لعيب كبير وظهر بشكل يعني نموذجي. ليه؟ لان الحته دي كانت فاضيه، المساحه اللي ورا الارتكاز كان بيلعب لوحده، وكمان اجايه كان كله بيجي يستلم في الحته دي، حتى حسين الشحات لما كان بيدخل بالعمق راح انفراد. لان الحته دي مشكله. طب من الرقم ده يا دكتور، لو الاحصائيه ديت يعني بحييك عليها، يبقى هو تفكيره انه لازم يلعب 2 ديفندر. لازم، انا هو يعني تفكيره يعني ان هو يكون 2 ديفندر. هي على فكره 4-2-3-1 برضه هجوميه مش دفاعيه زي 4. طبيعي هي طبيعي ان هي 4-2-3-1، ان انت تلعب بابراهيم النقاش ويحيى جبران، توظيف اللعيب. ايوه بالظبط، توظيف اللعيبه داخل اللعيب. فالزون 14 ده واضح ان هو واحد مش مكفي، يعني واحد مش مكفي.
فانت المساحه دي اللي هي الورا دي، فانت لما يبقى ارتكاز واحد دي اتمنى ان هو يبدا بكره بيه، يعني يبدا بارتكاز واحد تقدر ان انت قفشه واجايه وحسين الشحات يظهروا بالشكل اللي ظهروا بيه في مباراه الذهاب، لان الحته دي بيبقى فيه مساحات كبيره جدا ودي نقطه ضعف كبيره عنده. لكن ممكن ان هو يعوضها بكره، او ان هو يبدا باثنين ارتكاز النقاش ويحيى جبران، ويستغنى عن واحد من الاربعه اللي تحت راس الحربه، ويبقى الحداد وقوك مثلا والحسوني وقدام كزادي، ويعمل نوع من التامين الدفاعي اكتر، ويحاول ان هو لو جاب جون في نادي الاهلي في اي وقت اعتقد المباراه برضو بالنسبه له يعقربها، ان هو اقرب ل 2-0 ويلعب ركلات الترجيح، يعني ده اقرب فرصه ليه عشان يقدر يرجع. النقطة اللي بعد كده بقى برضو معانا المساحة، نقطة الضعف دي برضو نقطة تانية للزون 14 اللي هي المنطقة اللي كانت اللي هي في حتة محمد مجدي قفشة بالظبط، اللي هي المساحة اللي بتبقى ورا الارتكاز ما بين الارتكاز وما بين خط الدفاع. كانوا عاملين عمق كبير قوي، عاملين عمق لان هو يحيى جبران مش مساك اصلا، قصده مش مكانه يعني. ايوه مش مكانه، فعامل عمق كبير قوي مخلي المساحة. بالمناسبة يحيى جبران ده واحد من احسن لعيبة الوداد يعني، بس لما بيلعب في مكانه يعني، حتى لما نجيب ارقامه هنلاقيه واحد كبير، بس لعيب مميز جدا. الصوره اللي بعد كده برضو دي برضو منطقه الزون 14 اللي هي نقدر ان احنا نستغلها لو لعبوا بارتكاز واحد، اللي هي المنطقه اللي فيها اللي ورا الاثنين الارتكاز زي ما قلنا. اللي بعد كده برضو نقطه فيصليه ايضا في المباراه اللي هي المساحه اللي ورا الباك ليفت عندهم، زي ما كابتن شريف قال ان لو يحيى عطيه الله ما بداش ممكن بدر كادرين يبدا، المساحه اللي ورا الباك الشمال دي هتبقى ثغره واضحه عندهم، عندهم نقطه ضعف. حتى حسين الشحات عمل ماتش كويس جدا في مباراه الذهاب على الباك، يعني هو ما كانش كان الفينش بتاعه مش حلو، ولكن حسين برده ما كانش وحش في الحته دي. اعتقد هيجي له فرصه هو ومحمد هاني او مين هيبقى باك، لازم نستغل الحته دي بكره. في مساحات سرعه هنا هنا في استاد القاهره باذن الله، تنظيم هجمه جيده من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال بعمل نوك اوت، انا بسميها نوك اوت في المباراه، ان هو اول هدف يحرزه النادي الاهلي. فاعتقد الحته اللي اتفضلت وقلت عليها ان هي ناحيه شمال تبقى اللعيبه واخده بالها من القصه دي، لان انا شايف اللاعب ده كان خارج مرهق عضليا مش بيغيروا تغيير طبيعي يعني. ده بناء على بناء ان هو بيهاجم كتير فالثغره دي موجوده يعني. لا هو قدرات صراحه يعني، هي قدرات يعني الباك ليفت عندهم دفاعية مش عاليه، وحتى بدري كادرين البديل بتاعه برضه عليه هجوم كتير جدا وانتقادات كتير جدا في المغرب دفاعيا دفاعيا، فانت تقدر تستغلها يعني الجبهه دي مهمه جدا، وكده هم ممكن يساعدوني في نهايه المباراه بدري في الحته الفاضيه بتاعه عارفين الطريقه اللي المسافه دي تدل ان هو فاضيه، ان هو بيتقدم على طول، ممكن يكون بيتقدم في الحته دي عنده فراغات يا اما زي ما بيقول الدكتور ان هو يعني دفاعيا يعني موقف واحد على واحد يتعدى منه، ما بيعملش الواجب الدفاعي معاه، ما بيساعدوش سايبه، وكمان ما فيش ارتكاز تاني وبديع برضه، وما فيش ارتكاز تاني، ما هي نقطه نصير الباك رايت هتلاقيه اقوى في الدفاعيه، بديع واسماعيل يرهقوهم جدا، علشان كده مش هيبانوا بالمنظر او بمظهر المدافعين الجيدين لانهم بيجهدوا ما بيدافعوش معاهم. هو دي برضو هنتكلم فيها لما نيجي نتكلم الوداد هيلعب ازاي. هو انا ليا بس قبل ما ترجع احمد وتتكلم، مفيش فرصه لاي فريق بيلعب زي الوداد مثلا او زي الاهلي غير في التحكم في نص الملعب، هو اللي بيبني للاطراف اللي انت بتقول عليهم وهاني بيقولوا طايرين، هيطلعوا طايرين حتى لو فتك الفتنس بتاعهم توب فورم، حتى لو هم جاهزين تماما، حتى لو الفكر بتاعهم هجومي بحت يعني، مش يعني مش عايزين يعملوا اي حاجه للنادي الاهلي يبقى الكونتر اتاك بتاعه سريع. كل ده كويس، بس هم انا ما شفتهمش ان عندهم من اللاعبين في نص الملعب كمان اللي يقدروا يسيطروا عليك انت في نص ملعبك وانت ما تتميز بيه النادي الاهلي، اللي هو نص ملعبك. الحقيقه في نص ملعبك انت في التحكم في الميس باص القليل جدا تقدر تلغي اي فكر لفرقه الوداد ان هو يبتدي يفكر تفكير سليم او انه يبني عليك هجمه سريعه او يبني عليك تحكم انت او ضغط عليك نص ملعبك. لو انت هاني بتلعب لو بتلعب بارتياحيه وبشكلك الطبيعي مش مشكله يعني، ما يبقى ان شاء الله عادل مش هيبقى مشكله. كابتن على الاداء اللي احنا شفناه منهم فرقه الوداد الماتش اللي فات، طبعا ممكن يتغير كل حاجه، ولكن على الاداء اللي احنا شفناه منهم واداء النادي الاهلي اعتقد صعب جدا صعب جدا طبعا تفوق. انا يعني النادي الاهلي لو في معدلاته العاديه طبعًا مفيش خوف عليه خالص. احنا بنتكلم كل اللي بنتكلم عليه، احنا ما بنحاولش نكبر الموضوع قوي، احنا بنحاول على الشكل التكتيكي نشوف هم ممكن يلعبوا ازاي، لكن طبيعي جدا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كل ده بيختفي من خلال مجهود وتركيز لعبتنا اكيد يعني، وبدايه المباراه هتلاقيها مهمه طبعًا جدا طبعا. اتفضل المقارنه بقى بعد كده للباك الشمال تحديدا بما ان احنا اتكلمنا عليه يحيى عطيه الله وعلي معلول. طبعا مقارنه فارق كبير جدا ما بين الباك هنا والباك هنا. علي معلول لعب 8 مباريات مع النادي الاهلي من في دوري ابطال افريقيا مسجل 3 اهداف وصانع هدف، اكتر لاعب مساهم في اهداف مع في النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا 4 اهداف.
ونيجي للناحيه الثانيه ما صنعش غير هدف واحد اللي هو يحيى عطيه الله، هو على المستوى الهجومي يعتبر جيد بالنسبه للارقام الدفاعيه. متوسط لمس الكوره علي معلول 71 مره، اكتر لاعب بيلمس الكوره في النادي الاهلي، وده دليل ان هو مفتاح لعب النادي الاهلي، مقارنه ب 39 مره ليحيى عطيه الله، رقم 36. طبعا فرق كبير قوي ما بين 36، يعني اكتر من النص، اكتر من الضعف يعني بالنسبه له. بالنسبه لمتوسط التدخلات الدفاعيه اللي هي الانترسبشن بتاع الاثنين، علي معلول اعلى 2.3، يحيى عطيه الله 1. متوسط ارسال العرضيات في الماتش الواحد، معلول بيعمل 1.7، يعني عرضيتين في الماتش. الناحيه الثانيه بيعمل نص عرضيه، يعني هجوميا مش على مستوى العرضيه يعني. ما بيوصلش للاخر، هو بيعتمد اكتر على التسديد من الباكات اللي بيسلم يسلم العمق. بالنسبه بقى لمتوسط صناعته للفرص، يحيى عطيه الله نص اللي هو التسليم للعمق اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن هاني، علي معلول 9 من 10. فعلي معلول بسم الله ما شاء الله تقريبا ارقامه اعلى من يحيى، الضعف تقريبا بالنسبه لي يحيى عطيه الله. برضو من النقط الفيصليه زي ما قلنا، اول ربع ساعه بكره مهمه جدا 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 ان انت تستحوذ عليها وتعمل اكبر عدد من التمريرات عشان تبص في نفوس لعيبه الوداد الرعب ان انت خلاص حاسم الماتش. الحاجه اللي بعد كده برضو من التفاصيل الصغيره، الضربات الركنيه والضربات الثابته، هم عندهم نقطه ضعف واضحه في الضربات الركنيه اتكلمنا عليها قبل كده، لازم نستغل بكره الضربات الثابته والضربات الركنيه لان هدف هينهي المباراه تماما. نيجي بعد كده احنا كمان نخلي بالنا خاصه مع عوده كمارة، مع عوده كمارة المدافع الطويل اللي هو لازم يتلعب عليه مان اللي هو مروان او بادجي، واحد المهاجم لازم يكون ماسكه، لازم يكون راجع معاه. نيجي بعد كده لمقارنه ما بين صناع الالعاب، صانع الالعاب هنا محمد مجدي قفشه، صانع الالعاب هنا وليد الكارتي. محمد مجدي قفشه واحد من اللعيبه اللي مقدمه بطوله في دوري ابطال افريقيا على في افريقيا، ارقامه كويسه جدا، احرز هدفين. محمد مجدي قفشه لعب اقل من وليد الكارتي، زي ما حضرتك قلت وليد الكارتي يا كابتن هاني قال ان وليد الكارتي مش بيقدم بطوله كويسه او مش في حالته، هو فعلا لعب 10 مشاركات احرز هدف بس وصنع هدف واحد بس، عكس قفشه لعب 7 احرز هدفين وصنع هدفين. طب متوسط صناعه الفرص، محمد مجدي قفشه اكتر لاعب بيصنع فرص في النادي الاهلي، 1.5 فرصه في الماتش، مقارنه بوليد الكارتي 7 من 10 فقط. متوسط المحاولات على المرمى في الماتش الواحد قفشه 2.7، رقم كبير، وليد الكارتي 4 من 10 بس. متوسط التمريرات الطوليه قفشه 5.7، وليد الكارتي 2.3. متوسط لمس الكوره قفشه اعلى 64، وليد الكارتي 55. متوسط الحصول على الاخطاء 2.2 لقفشه، 1.2 لوليد الكارتي. بالنسبه لقفشه عايز اتكلم فيها على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ارقامه افضل من وليد الكارتي بكتير جدا، الوليد الكارتي بيمر بحاله سوء توفيق في الفتره الاخيره في الموسم ده تحديدا. الحاجه الثانيه قفشه بيقدم دوري ابطال افريقيا محترم جدا مع النادي الاهلي، اولا هو مساهم في 4 اهداف زيه زي علي معلول، هما الاثنين اكتر 2 لعيبه مساهمين في اهداف. ثاني حاجه على مستوى صناعه الفرص هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيصنع فرص، 1.5 فرصه في الماتش الواحد. ثالث حاجه ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيروح على الجون كويس، عامل 2.7 محاوله على المرمى. رابع حاجه ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيعمل تمرير طولي لونج باص 5.7. اذا محمد مجدي قفشه بيقدم بطوله جيده جدا يعني كويس. بالرغم عن كده برضو كابتن ايمن وليد الكارتي انا عايز اقوله لك برضو كابتن هاني خلي بالك، عشان كده انا بقول ابراهيم النقاش لو الراجل جاي يعوض، يعني الوداد جاي يعوض صحيح. وليد الكارتي برغم ان طبعا قفشه ارقامه اعلى منه، ولكن وليد الكارتي دوره في النواحي الهجوميه اهم من ابراهيم النقاش لو انت جاي عايز تعوض، عشان كده انا بقول هو مش ممكن يلعب باثنين ووليد الكارتي ده يقعد بره. ممكن وليد الكارتي كمان خلي بالك هم مقتنعين بيه ان هو لعيب كبير طبعا، بيمر طبعا يعني هو وليد الكارتي جاب هدف الفوز يعني للترجي السنه اللي فاتت، كان جاب جون وجاب قبل كده جون في النادي الاهلي، هو عنده حته التكمله للعمق وبيجيب بضربات راس عشان كده ده ما يقعدش بره، بيتحول دايما لمهاجم تاني. البالانس هو بيفكر ازاي يعني، يا اما يلعب بيه واخد الريسك ويبقى ممكن يكون كويس على مستوى الباسنج على مستوى قطع الكوره ويزودني في الحته اللي قدام لانه بيسدد بشكل كويس، يا اما دي وجهه نظري. بس يا كابتن هاني كابتن ايمن في حاجه مهمه عايز اقولها لكم، انت دلوقتي هتحط كل امكانياتك في البدايه، افرض فشلت فيها لازم يبقى عندك موجه تانية من اللعب. ما انت بتقول ان هو الراجل جاي هو مخاطره في البدايه. لحظه يا كابتن انا بتكلم مش مخاطره في اللاعبين يعني انت ممكن تخلي بالك ده مش مخاطره، لا يعني انت ده من اللعيبه كويسه، لا بس هو بيمر بحاله لا يعني انا بتكلم طرش. لا انا بتكلم على ايه انك انت تخلي واحد قوي يبقى موجه تانية ليك بره، ما هو انت لما ترمي كل اوراقك مره واحده وتضغط مره واحده كابتن عادل انا مفيش قدامي حاجه
انا ما عنديش حاجه يا كابتن عادل، انا لسه هستنى وافرض دخل فيا جول في بدايه الماتش. يا وجهه النظر ممكن يفكر فيها ان انا مش عايز ارمي كل اوراقي على طول يا يعني كابتن. ممكن وارد ان هو ريسك ايه، ده انا خسران اتنين يا جماعه يا كابتن. وايه يعني، ما انا بقول لك انت عارف انه ممكن يدافع الشوط الاولاني كاملا وما يهاجمكش خالص. يا ريت يعني. عارف ليه؟ لانه ما ينفعش او عاوز يسلل لك يكون عندك شك شويه في المباراه. كويس. لان هو لو هاجم في البدايه انت تقدر تعمل هجمه مرتده بسرعتك انك تجيب جول تنهي الموضوع خالص. حلو. لكن ماشي. هو اللي هيلعب على وقت بسيط، يعني ربع ساعه يعدي ربع ساعه ثانيه وممكن يهاجمك في خمس دقائق ويرجع تاني. استراتيجيات مدربين كتير صحيح، وممكن تتغير في وقت اهم نقطه للمدرب. بص يا كابتن، اهم نقطه للمدرب الورق اللي معاه بره. ليه؟ انا لو كل الاوراق اللي عندي بره حطيتها جوه الملعب. الاوراق اللي بره يعني الاوراق اللي بره، المهاجم جونيور ده رقم واحد، هو ده البديل بتاع كازادي كاسونجو. شفناه الماتش اللي فات ده شفناه، هو بيعتمد، هو اسرع من كازادي. كازادي بيعتمد اكتر على الالتحامات الهوائيه اللي هو مهاجم بيحضر الهجمه عليه نفس نوعيه مصطفى محمد. ولكن الاثنين مش موازين قوي على الجول. هو كزادي مميز اكتر في القطع على القائم القريب ويجيب براسه، دي اكبر ميزه فيه، في الكرات الثابته او كورنر او كروس طويل القامه بيجيب براسه كتير يعني بالهيد كتير. بس ده الميزه اللي عنده. لا صعب يلعب، ولكن هو في افريقيا دكتور ممكن يلعب فيها زي ما قال عادل كده. يعني انا مثلا كفكر العب على حساب اخلي وليد الكابتن ده، لو دي ممكن تبقى ورقه في الشكل، لو بدنيا ممكن يلعب بيها في الوقت اللي انا بقول لك عليه. صح، ممكن يلعب بيها او يخلي ايمن الحسوني مهاجم. ما هو ايمن الحسوني اصلا راس حربه، ممكن يخليه مهاجم. ولكن هو برضو ارقام كاسينجو ضعيفه في افريقيا. هو جايب جونين بس، جايب جونين. هو ارقامه مش هو اول لما جه الوداد جاب جونين ثلاثه سمع، وبعد كده الكيرف يعني بتاعه وقع. دي الورقه الوحيده الرابحه اللي دي الورقه. وفي بدري كادرين كباك ليفت، بس ده باك ليفت يعني ما عندوش حاجه. لا ما عندوش حاجه ثانيه كده، لازم يوفر المترجي كجناح غير كده مفيش. بص يا دكتور، عشان كده انا بقول انه لازم هيوفر حد اخر علشان يدفع بيه في وقت معين. وممكن يبقى في زمن من الازمنه جوه المباراه العب بالاثنين. يا كابتن عادل، الحلول اللي عندي اصلا ضعيفه، انا ما عنديش حلول عشان استنى واخدي واحد بره وواحد جوه، مفيش الحلول دي. بس هو الراجل جاي 18 واحد بالظبط، ممكن وانا عايز اعوض ماتش 2-0 بره. كابتن ايمن، مش معنى ان هو بيلعب باتنين ارتكاز مدافعين ان هو بيدافع، ده بيهاجم اكتر. النادي الاهلي النهارده ممكن يطير الاثنين. حمدي فتحي مش مدافع، ديانج مدافع، وانت بتلعب بشكل هجوم. بمعنى ايه؟ انت النهارده لو بتلعب يحيى جبران وابراهيم النقاش اثنين ارتكاز في نص الملعب، ممكن تلعب الكارت قدامهم، يبقى انت بتهاجم بالكارت، بتلعب بالحداد، يبقى على حساب واحد من اللي قدام، على حساب واحد من اللي قدام، على حساب برضه واحد من اللي قدام، على حساب واحد اللي قدام. يبقى انت النهارده كمان يا كابتن بتدي حريه للاطراف، واحد زي عبد اللطيف نص الملعب يقدر يكمل. لو لعبت بواحد محدش هيكمل، مايل شويه ناحيه اليمين، فدي فيها توازن وفيها ناحيه هجوميه كبيره برضه. احنا معانا التشكيل بتاعهم او القايمه بتاعتهم معانا دكتور. القايمه هي الفكره انا عايز اسالك برضو، انت من خلال ارقامك عندهم البوكس تو بوكس، يعني الاثنين الديفندر ده عندهم واحد ثابت اللي هو 6 وعنده الثاني النقاش ويحيى جبران. النقاش هو اللي 6، هو 6 ثابت، ويحيى جبران هو اللي بيكمل، هو اللي خلي بالك كابتن هاني، النقاش عنده 38 سنه عشان كده يعني مش هيبقى لازم 6. يبقى اثنين ارتكاز يا جماعه، اثنين ارتكاز هتدي له نوع من التوازن. ممكن يلعب بارتكاز واحد والنتيجه تفتح. النادي الاهلي لو جاب جون بدري ولعب بارتكاز واحد إن شاء الله ممكن النتيجه تفتح. ده اللي احنا بندور عليه ان شاء الله. يلعب بواحد. بص يا دكتور، الممكن الواحد اللي احنا بنتكلم عليه لو لعب فيه ممكن في الزمن من الوقت يعني اوقات يعني ممكن يلعب بيها الشوط الثاني، ممكن يلعب باثنين راس حربه ويلعب بواحد بس لو لا قدر الله جاب جون وحاول عايز يعزز مثلا. فدي هنتكلم عليها في الفنيات يعني. خلي الدكتور يتكلم بقى. اتفضل يا دكتور. نكمل بقيه المقارنات بعد قفشه ووليد الكارتي. المقارنه اللي بعد كده هنخش على اليو ديانج ويحيى جبران. ده الارتكاز الثاني يا كابتن هاني اللي هو ارقامه. بص بقى على ارقام يحيى جبران، هتلاقي ارقامه الهجوميه عاليه وارقامه كمان فيه ليه ارقام اعلى من ديانج. فده يحيى جبران اتظلم في الماتش اللي فات ان هو لعب في مكان غير مكانه، لكن هو لعيب مميز. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 10، الاثنين لعيبه اساسيه في الفرقتين، احرز اهداف واحد وواحد، صناعه الاهداف ده ما صنعش حاجه وده ما صنعش حاجه. نيجي المتوسط لمس الكوره، يحيى جبران بيلمس الكوره كم مره بقى؟ 75 مره، اكتر لعيب في الوداد. صحيح. زي علي معلول عندنا. اذا هو مفتاح بناء الهجمه
عند الوداد. ده لازم الكرة تمر عليه. لازم الكرة تمر عليه في البناء، دايما هم بيحضروا بيعملوا مثلث، يحيى جبران بيبقى ارتكاز، عبد اللطيف نصير والجناح معاه ينزلوا يحضروا يعملوا مثلث ويعملوا الطوليه للجناح الثاني على طول، عشان كده دايما تلاقي لمس الكرة عنده عالي. نيجي نبص على متوسط فوزه بالالتحامات، هنلاقيه اعلى من ديانج في الالتحامات 7 وديانج 4. نسبه فوز بالالتحامات الثنائيه ديانج اعلى 51% 48%. الالتحامات الهوائيه الاثنين قريبين من بعض. متوسط التدخلات الدفاعيه الانترسبشن الاثنين قريبين من الاثنين 1 يعني. متوسط اعتراض الكره اللي هي التاكلينج الاثنين برضو 1.8 و1.9. متوسط صناعه الفرص، اذا الارقام متقاربه بشكل كبير جدا. يعني ديانج ده على العمود الفقري بتاع النادي الاهلي، لما يبقى يحيى جبران ارقامه قريبه منه، اذا يحيى جبران لعيب كبير جدا ولعيب من احسن اللعيبه في الوداد السنه دي. ولكن هو فعلا المدرب هو من كتر ثقته فيه يمكن فاعتمد عليه ان هو يلعب كمساك. ده هو انا متهيالي كمان الراجل اخطا المره اللي فاتت ان هو ما خلوش هو اللي يشوط ضربه الجزاء، لان هو جايب 8 اهداف من 8 ضربات جزاء، متخصص ضربات الجزاء بس بالزبط. في الفتره الاخيره هو ضيع ضربه جزاء في الوداد يعني. ان طريقه لعبه في ضربات الجزاء بالمناسبه اتحفظت يعني. ان هو بيعمل ايه، هو دايما عامل زي حسني عبد ربه في كاس الامم بيعمل ايه، بيستنى لاخر لحظه مزبوط. ويقوم مخلي الجون ينام في زاويه ويحطها له في الزاويه الثانيه. دي برضو لو الشناوي ياخد باله منها ان يحيى جبران لو ما اتحركش لان هو يحيى لو استنى هتلاقي يحيى جبران دايما بيلعبها دايما ارضي على شمال الجون. يحيى جبران ده طريقه لعبه في ضربات الجزاء، فممكن تكون هو شاف ان هي اتحفظت فراح مخلي بديع اوك ان هو يلعب. الاولاني اللي عمله ما خلوش يشوط البناء، هو نفسيا بس نفسيا. هو نفسيا صح. المقارنه اللي بعد كده برضو هنبص على معانا ياسر ابراهيم وشيخ كوماره، بمناسبه ان شيخ كوماره هيبدا بكره عايزين نشوف ارقامه ايه مميزاته. مقارنه بياسر ابراهيم اللي بيقدم بطوله كويسه جدا في دوري ابطال افريقيا تحديدا، لان هو في الدوري في بدايته ما كانش راجع كويس، بعدين الكيرف بتاعه رجع يعلى تاني. ياسر ابراهيم اصابات برضو يا دكتور الاصابات بالنسبه لعدد المشاركات كوماره لعب كتير، لعب 9 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، اما ياسر ابراهيم لعب 6. نسبة الفوز بالالتحامات ياسر ابراهيم اعلى من كمارة، رغم ان كمارة اطول من ياسر ابراهيم فده رقم يحسب لياسر ابراهيم طبعا. ياسر ابراهيم واحد من اللعيبة اللي بتلعب بطولة كويسة جدا، لازم الناس تحس بيه ويؤخذ على كمارة ويؤخذ الوضع الطبيعي طبعا. 71% نسبة الفوز بالالتحامات، هنا 54%. نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية بقى بصفة عامة سواء التحامات هوائية او ارضية، الاثنين 65 كمارة 59 ياسر ابراهيم. الانترسبشن كمارة بيعمل 2.7 ياسر ابراهيم بيعمل 1.4. التاكلينج 1.4 لكمارة 1 لياسر ابراهيم. اذا ارقام كمارة في الانترسبشن وفي التاكلينج اعلى من ياسر ابراهيم، اذا هو مدافع كويس. مدافع كويس وممكن بيستخلص كمان، بيستخلص الكرة كتير وبيتمركز بشكل كويس. طب اخبار السرعات عنده ايه كمارة؟ كويس كويس جيد لحد كبير يعني، جيد يعني مش بطيء يعني، ممكن يكون مدافع افريقي وكده بيبقى مثلا ده اغلب المدافعين الافارقه بيبقى مثلا تمركزهم مش حلو بالزبط. بيبقى عندهم عشوائيه بالزبط. لا كمارة نوعيه مختلفه كده بس هو فرق معاهم كمارة واشرف داري احسن اثنين مدافعين في الوداد المغربي أي. وهو دفاعيا كمان في الوقت اللي لعب فيه شكلهم اختلف دفاعيا عن بدايه المباراه بس خلي بالك هو بقى له فتره كان مصاب هو اشرف داري حتى يعني المعلق قعد طول الماتش يقول او بعد ما نزل قعد يقول له فين ده ما بداش ليه من الاول بس هو بقى له كذا شهر ما بيلعبش لانه كان مصاب اصلا بس كان يعني كان مثلا هيكتور كوبر المدير الفني المنتخب مصر كان رامي ربيعه كان يبقى مصاب وبعدين يجي يبدا بيه عادي في بعض المباريات خاصه لما يبقى انت ما عندكش حد اصلا أيوة. يعني مش توصل ما عندكش حلول ورا يعني ما هو جاب يحيى جبران وحطه طالما هو مصاب وخلاص دخل جوه بقى على الدكه ما يلعب وبعدين ده ماتش مصيري وماتش نص نهائي دوري ابطال افريقيا لا انا بتكلم الفكر نفسه ان هو يعني طالما انت واتكلمت مع عادل في كده طالما بيخش القائمه اللي يخش القائمه ده لازم يكون سليم 100% دائما ما يبقى بره وخاصه كمان ماتش نص نهائي دوري ابطال افريقيا يعني ده ماتشات من اهم ماتش في الموسم للمدربين وللفرق نص نهائي دوري ابطال افريقيا فلما يبقى عندي مدافع كويس واصل وما لعبش دائما اللاعب المصاب اللي عنده شك فيه انه مصاب لا يبدا المباراه لا يبقى بره الملعب هو برده ممكن يكون فكر في حاجه ثانيه ان يحيى جبران هيبدا من ورا يبدا الهجمه من ورا وهيبتدي اللعب بصوره منظمه من ورا ولكن توقيت الجول بتاع النادي الاهلي قلب له كل الموازين طبعا التشتيت الكوره ياسر ابراهيم اكتر 5 مرات 2 و3 طب ايه الارقام المميزه عند ياسر ابراهيم برضو احنا اتكلمنا على قفشه واتكلمنا طبعا الشناوي واحد من الناس الحراس العظام علي معلول بيقدموا بطوله كويسه
لكن ياسر ابراهيم الارقام المميزه عنده ان هو اكتر مدافع في النادي الاهلي او اكتر لاعب بيفوز بالالتحامات الهوائيه كعلى المستوى الدفاع، مروان على المستوى الهجوم، ياسر ابراهيم على المستوى الدفاع. الحاجه الثانيه ان هو اكتر لاعب شتت الكره في النادي الاهلي، بابعد الكره عن مرمى فرقتنا 5 مرات في الماتش الواحد، وده رقم كويس جدا لياسر ابراهيم برضه، فبيقدم بطوله يستحق التحيه ليها. واهم حاجه التكمله، اهم حاجه بكره ان شاء الله والنهائي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. المقارنه اللي بعد كده برضه هنشوف دي مقارنه الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا. نيجي بقى لمحمد هاني وعبد اللطيف نصير. محمد هاني لعب 6 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، عبد اللطيف نصير لعب 7. متوسط العرضيات عند عبد اللطيف نصير تاكيدا لكلام حضراتكم انتوا قلتوا الباكات ممكن تطير ولا لا؟ بالظبط. عبد اللطيف نصير بيعمل عرضيه واحده بس في الماتش الواحد. محمد هاني بيعمل 8 من 10. الاثنين على المستوى الهجومي اقل، مش مش بيوصلوا كتير. اوكي. نسبه دقه العرضيات عند عبد اللطيف نصير 33%، محمد هاني 25%. طيب الانترسبشن عند عبد اللطيف نصير 1.8 اعلى من محمد هاني، وبرده التاكلينج اعلى. نسبه الفوز بالالتحامات الثنائيه عبد اللطيف نصير 55%، الاثنين ما صنعوش ولا هدف. عبد اللطيف نصير انا بشبهه باحمد فتحي، لعيب خبره مميز في حته التاكلينج والتدخلات الدفاعيه في الارقام، حتى الالتحامات بتاعته كويسه جدا، وعلى المستوى الهجومي بيعمل عرضيه وعرضياته بتوصل ل 33%، اذا باك يعني جيد لحد كبير. محمد هاني يمكن المباراه الاخيره هو 30 او 31. اعتقد اجايه اتعامل معاه في المباراه اللي هناك دي كان 10 على 10 بصراحه. اجايه كان واحد او دفاعيا صح، اجايه كان واحد من نجوم المباراه. شايف اهم نقطه دكتور احمد في الكابتن شريف بيقول عليها دور حسين الشحات ودور اجايه في النواحي الدفاعيه مع الباكين محمد هاني وكان علي معلول. دي كانت نقطه مهمه جدا. لو اجايه عملها كويس الماتش اللي فات وحسين عملها كويس، كان بيشتغل في مساحه 100 متر يعني جاي من نوعيه لعيبه بتشتغل في 50 متر وعايز يهاجم، لا كان ليه دور مهم جدا مع علي معلول. وحسين الشحات كان بيرجع بيبقى نص ملعب ثالث مع ديانج ومع عمرو السليه، وده كان دور مدير الفني على فكره. في الاستوديو بعد المباراه كنا جبنا رقم لاجاي ان هو قطع الكره 11 مره ايوه في الرباعي الامامي، يعني مزبوط. جونيور اجاي في ده سر الفوز ان كان الاجنحه عندنا بتدافع بشكل كويس قوي. خلي بالك عشان تاخد بطوله افريقيا قبل ما تهاجم كويس لازم تدافع كويس. صح كويس. طبعا ده عشان تاخد بطوله لازم تدافع. شفنا مباراه عالميه على كلام اسامه اللي بيقول عليه ده بتاعه ريال مدريد وشختار 3-2. ده الكلام اللي بيقوله ازاي دافع وازاي اخطف 3 ولكن بكونتر اتاك. زين الدين زيدان بدا غلط الله يعني بقى نظر عنده يعني. برشلونه الماتش الجاي الكلاسيكو ف يا رب يتغلب وما قدرش يعني انا كاتالونيا لا ده انا بتكلم على الشكل اللي كان موجود في المباراه دي بدون مسميات يعني. الناس بتدافع كويس قوي والاطراف بتطير بسرعه وعندهم من السرعات انه ينفذوا. اهم حاجه ان انا يبقى عندي الامكانيات في الملعب ان انا انفذ اي فكر مدرب واقف بره. يعني ممكن انا موسيماني مثلا ابقى شايف ومتوسم في لعيب النواحي الدين من 70-80% من ادائه او من كل حاجه ويطلع يعني الكلام مش مظبوط. فبيبقى عنده زي ما قال عادل البديل الجيد اللي هو يقدر يعوض له الكلام والتدوير داخل الملعب. فهل الحتتين دول يا دكتور يملكهم اعتقد الاهلي اكتر من الولاد ما بيموتش البدائل ممكن يحصل مع الدكه عشان يفهم على اي سيناريو ممكن يحصل في عمليه تدوير. اعتقد النادي الاهلي باذن الله البدائل مش على نفس المستوى خالص. اعلى بكتير من الدكه عندنا طبعا طبعا الدكه عندنا اعلى بكتير طبعا. يعني حتى لو عندنا مثلا اي لاعب اتصاب عندنا لا قدر الله يعني او اي لاعب مش موجود بكره تقدر ان انت تعوضه. مظبوط. عندك حلول لا قدر الله عندك حلول جوه الملعب باذن الله. انت عندك احمد فتحي بتحطه مثلا باك يمين وباك ليفت لو محتاج باك ليفت ممكن تبدا بيه محتاجه باك رايت. كذلك محمد هاني لا احنا البدائل احسن بكتير يعني. كهربا برضه عودته ممكن لو خد الشوط الثاني ان انت تجهزه للنهائي يديك فارق. يديك فارق طبعا. يعني كهربا مع اجاي قدام مثلا لو حد فيهم مش موافق حسين الشحات مثلا وليد سليمان كهربا عندك. وليد سليمان طبعا بخبراته يقدر يصنع الفارق. باتجي يعني بس اهم حاجه بكره اول ربع او نص ساعه من وجهه نظري دول اهم فتره في المباراه. التحكم في المباراه في المباراه تحديدا وخاصه ان انت تحاول ان انت تخطف. انا عاجبني موسيماني ان هو دايما بيقول لازم نكون الفعل مش رد الفعل دايما بالزبط. حتى لما راح هناك ان هو عايز يكون الفعل عايز يستحوذ وعايز يسيطر وعايز يسجل بالزبط. ولازم ننسى كمان. ان احنا كنا كاسبين 2-0 ونبدا عادي خالص وكاننا عايزين نعوض وفوق كل ده كله طبعا التوفيق من عند ربنا باذن طبعا التوفيق رقم 1 ان شاء الله باذن الله. ونقطه كمان مهمه جدا في اعتقادي برضو يعني موسيماني مش غايب عنه عمليه الاستحواذ. يعني انا بحط نفسي مكان الوداد لو نازل انا المباراه وبدا النادي الاهلي عنده استحواذ بشكل كبير وممكن ما يكونش استحواذ ان هو يعني يعني لا استحواذ 80%
كل ما الوقت يعدي وانت عارف عادل وانت كمان يا اسامه عارف وانت في الملعب صحيح. بتحس انك يعني بتوصل مرحله من الاحباط انك خلاص مش قادر مزبوط. احنا مش مزبوط. هنقدر الاستحواذ صح. اول 10 دقائق ان ما تخسرش الكوره اللي بالك ده اللي همدهم الماتش الاولاني ما تخسرش الكوره أيوة. يعني انا في رايي ان انت اول ربع ساعه في استحواذ كويس ما تخسرش الكوره كتير بالتالي هم نوع من انواع الاحباط وتبدا تخش انت صحيح. تكسر رتم واستغلال الفرص كمان احنا لما جال لنا فرصه في اول دقيقه الماتش اللي فات لو كانت ضاعت كان طبعا. تفرق بالزبط. ان انت تجيب اهم حاجه تستغله كل فرصه تجيلك حسين الشحات بقاله ماتشين بيضيع انفرادين نفسي يرقص الجون بقى دي رساله ليه كان لازم كان يعني لازم يرقص الجون من فوقيه طيب بس ان شاء الله يعوض بكره هو رايح على الجون لو الهجمه اللي فاتت دي لو كان رقص الجون كانت هتبقى ان شاء الله يعوض بكره باذن الله ان شاء الله يعوض باذن الله شكرين جدا يا دكتور على التحليلات الرقميه الهائله وعلى التواجد مع كابتن الوقت الجميل ده كابتن اسامه طبعا وكابتن هاني وكابتن شريف وكابتن عادل ربنا يخليك توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله وان شاء الله في النهايه باذن الله ربنا يخليك يا دكتور نورتنا نورتنا هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا نرحب بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى وكابتن شريف سيناريو الماتش الاولاني هل ممكن يتكرر بكره باذن الله كابتن ايمن احنا بنلعب فريق محترم جدا الحقيقه وليه سمعته في افريقيا وليه جولاته وليه امكانياته وفردياته من اللاعبين اللي هم يستطيعوا ان يكون بيشاركوك في اي مباراه انت بتلعبها وانت طول ما انت بتحترم الفرقه الكبيره دي انت بيبقى لك وجود الحقيقه باستعداداتك الجيده بلعبتك ان شاء الله اللي احنا هنشوفها برضه يعني انا عندي لعيب زي وليد سليمان انا ما كانش ليا الحظ وشفته في المباراه اللي فاتت اعتقد انه ممكن بكره يكون ليه دور كبير قوي يخلص لي المباراه بدري من البداية ولا يبقى بديل؟ مش بتاعتي بقى مع مستر موسيماني أنا وهاني قتلنا بحسن إن احنا نقدر نلعب بأي خطة أو أي حاجة هو الأقرب هو اللي عارف حالة اللاعبين شكلها إيه إذا كان في عنده إصابات خارج الحكاية أو ما يمثله من بداية المباراة والضغط والأسلوب اللي هو هيفرضه على فريق الوداد بإذن الله هو ده اللي بيختار له اللعيبة الموجودة من الإمكانيات بتاعت فتك الفتنس اللي كنتوا بتفضلتوا واتكلمتوا عنها إن دي أهم مهمة في الموضوع إنك أنت تغذي نص ملعبك كويس قوي تقارب في الخطوط مع التحركات الاطراف الطايره انا ابتديت اتكلم على الوداد كتير جدا الحقيقه وحسست زي المره فاتت برضه كنا بنتكلم على الوداد ان الوداد ده بتاع سنتين ثلاثه فاتوا المره دي وعمليه نص الملعب وعمليه دخول وخروج اللاعبين من الاطراف والهجوم والعرضيات والشكلات اللي احنا كلنا بنتكلم عليها نسينا ان النادي الاهلي هو صاحب المكانه دي وصاحب الاداء طبعا. ده يعني طبعا. هو اللي عنده كل الامكانيات اللي احنا ممكن نترجمها داخل الملعب بكره باذن الله هو اللي عنده السرعات هو اللي عنده من نقل الحركه هو اللي عنده الهدوء النسبي هو اللي عنده هدفين وهو راجع بمكسب كبير قوي بالزبط. معنوي ونفسي وكل بالزبط. شيء فانا النهارده بتكلم على لعيبتي انها باذن الله بابسط الحلول بالشكل السريع دايما وبالتلاحم الجيد وعدم الميز باص الكتير هناك يمكن كان في ميز باص لديانج في ضغط نفسي عليه في مباراه خارج الارض في شكل جديد او بيتفرج عليه مثلث الاثنين بتوع وليد الكارتي واوك وحداد واسماعيل حداد بيلعبوا على ارضهم وفي مكانهم وبامكانياتهم وبفردياتهم ومطلوب منهم هم اللي كانوا يعملوا الاداء الجيد مش مطلوب منك انت غير انك انت كل ما الدنيا توسمت وقالت ان انا ارجع من هناك بنتيجه ترضيني او بنتيجه ايجابيه مزبوط. او 1-1 او مزبوط. حاجه زي كده ان شاء الله كل التدعيمات وكل اللاعبين يبقوا بكره باذن الله بيأدوا بقى حاجه لنفسهم هم برضو بيأكدوا بيهم فوزهم اللي كان موجود في المغرب هو مش ما كانش مجرد صدفه ما كانش مجرد ان انا ضغطت على لعيب خدت منه كوره لا ده انا اضغط هنا واضغط مره واثنين وثلاثه واخد منهم برضو الكوره واروح واعمل زي ما قال اسامه اي هجمه تجيلي ابقى مركز فيها كويس قوي واخلص زي ما قال ما اعرفش مين قال حسين الشحات المره دي هياخدها ويرقص بقى الجول ويروح يعني ادي حريه اللعيبه كلها في الملعب اديهم الحريه اديهم الانطلاقات اديهم لعبهم الحقيقه انا وهاني كنا بنتفق على محمد مجدي قفشه ان هو من احسن اللعيبه تحط كره تحت رجله زي اجايه كده قفشه خدها منه ابني بيها هجمه يعمل بيها كونتر اتاك لازم قدامه سرعات جري لو عندك مروان عنده اصابه ولا حاجه عندك لعيب تاني يقدر يقلق يغير لك سرعه الريتم حتى باي كره طويله باي عرضيات باي حاجه خلي بالك بمناسبه كلامك احنا عندنا البدائل الافضل الحمد لله زي ما قلنا الفريق عندنا دكه كبيره جدا عندنا لعيبه على مستوى كويس قوي عندنا مدرب عارف كل اللعيبه وعارف امكانيات كل واحد وعارف ياخد منهم امتى ويطعم الملعب امتى ويخرج امتى واسلوب اللعب ويشوف
ويدرى كمان انه لما بيحصل عليه ضغط هو واقف على الخط داري بكل شيء، فده اللي بيطمني ان شاء الله. ده مهم، ده مهم جدا بجانب يعني. التوفيق ان شاء الله باذن الله زي المباراه الاولى ان شاء الله يعني. انا بس عايز اقول حاجه كمان بالنسبه للسؤال، هل السيناريو بيتكرر؟ خلي بالك مباراه الكوره ما فيش سيناريو بيتكرر كتير يعني، العمليه بتبقى صعبه ان السيناريو يتكرر، لكن علشان تطبق حاجه انت نجحت فيها كفريق وعلى المستوى التكتيكي عشان ترجع وتنجح فيها تاني محتاجه حاجات بتحصل، وانا شايفها بتحصل قبل المباراه. على مستوى التركيز لازم يكون بتركز كويس قوي، على مستوى التحضير النفسي لازم يكون كويس قوي طبعاً. على المستوى ان شاء الله الـ يعني على المستوى البدني دي هتبان والبدني اكيد دي هتبان في الملعب، لكن كمان خلينا نتكلم بكل امانه ان انت لازم عندك حاجات لازم تعملها اول ربع ساعه كويس. مين اهمها؟ وجهه نظري الاستحواذ على الكوره بشكل كبير جدا، وخلي بالك في بعض المدربين كان يقول لك حتى استحوذ سلبي، بمعنى ايه؟ انك حتى ما تروحش على الكوره بس، يعني ما تعملش ريسك يعني. ممكن انا نقل الكوره اربع خمس نقلات، والنقله السادسه لو اللي معاه الكوره عنده شك ان الكوره السابعه دي هتتقطع، لا يعمل الثامنه ويعمل التاسعه ويعمل العاشره. طب بمناسبه البدايه، ازاي يبدا الوداد الماتش ده؟ ما انا في اعتقادي الوداد هيبدا ضاغط على النادي الاهلي من بدايه يعني المباراه. انا في اعتقادي ان هيبقى في ضغط شويه على الاقل اول 10 دقائق، لان ما عندوش حاجه يخسرها، ومش معنى ضغط انه بيفك يعني طاير بالناس كلها. انا اعتقد ان الثلاثي الهجومي هيبداوا بشكل او باخر يعطلوا النادي الاهلي في بناء الهجمه، هيخلوا يحاولوا يخرجوا النادي الاهلي عن اسلوب لعبه. احنا عارفين اسلوب اللعب مع موسيماني دلوقتي انك بتبني من تحت وبتطلع كره من تحت مزبوط. فممكن جدا اول 10 دقائق يقول لك عندي تعليمات ان انا اضغط على السرد باكين، اضغط على ايمن اشرف، اضغط على ياسر ابراهيم، اضغط اوك واسماعيل حداد يضغطوا عالي شويه على علي معلول وعلى محمد هاني. ده مش هيبقى فيه نوع من المغامره يا كابتن هاني؟ لا، ما هو الضغط بدايه المباراه، ما هو الضغط دي انا ليه قصه ثانيه. الضغط بقى اللي احنا بنتكلم عليه ان هو لو ضغط بالشكل دوت ممكن جدا الكره الثانيه يبقى ليها الاثر الايجابي. لو الكره الثانيه خدها النادي الاهلي يبقى عنده قدره على الكاونتر اتاك. لو هم خدوا الكره الثانيه يبقى هم نجحوا ان هم يستخلصوا الكره في وسط ملعب النادي الاهلي، وده خطر. يعني دي الخطوره ان يقطع الكره منك في نص ملعبك. خلي بالك لو اتقطع الكره منك في نص ملعبك هيبقى عندك خطوره، لان عندهم سرعات كويسه قوي طبعا، عندهم لعيبه عندهم مهارات، وبالتالي هيبقى حد قريب من منطقه التسديد فهيسدد. فطول ما انت بتبعدهم عن منطقه ال 18 بتاعتك وبتبعدهم عن ان الكره تتقطع في نص ملعبك، ممكن جدا في الثلث الاخير يقطعوا الكره، مفيش مشكله. انت عندك بترتد كويس، ممكن جدا يبقى عندك تقطع الكره تاني. فهم ممكن يشتغلوا ان هم عايزين يقطعوا الكره في نص ملعب النادي الاهلي، في استغلال فرصه، في استغلال كره ثابته على سبيل المثال كورنر فاول. والجزء اللي انا خايف منه يا كابتن ايمن، مش عارف تتفقوا معايا في الجزئيه دي ولا لا، انه ممكن جدا يخرجك عن المباراه او تركيزك من المباراه بشويه شد عصبي فنياً. يخرجك بقى فنيا حد من ورا الحكم يدوس على رجل واحد، او يبقى في احتكاكات كتير، او في اعتراضات كتير. ممكن ده وارد جدا ان مع المباراه لما مثلا في اخر 10 دقائق من المباراه يبقى في الشكل دوت يحاول يخرجك شويه عن تركيزك. بس اعتقد النادي الاهلي واللعيبه عندها الخبرات ديت يعني مفروض. بس ده وارد يعني. ده خلي بالك سلاح بيلعب بيه بعض المدربين يعني، حتى يقول لك خش المباراه شمال افريقيا، خش اضغط جامد، مش هيبقى يعني بقول اكسر، لكن خليك عنيف، جره لحته المشده، جره لحته اعتراض، جره لحته ان هو يبدا يتخانق معاك، خرجه شويه عن تركيزه. فهي دي برضو مهمه ان احنا ناخد بالنا ان هو الشمال الافريقي بينجحوا ساعات ان هم بيخرجوك عن تركيزك، عن يعني جاهزيتك للمباراه بشكل او باخر، فناخد بالنا من بس هو بيحصل احيانا لما تكون النتيجه متقاربه، انما هو برضو خلي بالك هو لازم يعوض الاول يعني، لازم يجيب جول. لا، ما ممكن يخرجك الاول عن تركيزك كابتن ايمن علشان يبدا هو كمان يخرجك، ولما يخرجك يجيب في جول. يعني الخشونه مثلا، اعتراض ممكن يعترض ويروح يخبط يعني، الجزئيه ديت ممكن يشتغل عليها عشان يخرج بعض اللعيبه عن تركيزها ويبدا هو. اتفضل لو عندك تعليق. النقطه اللي قالها الكابتن هاني دي نقطه مهمه على ما اعتقد اشتغل عليها موسيماني، بس ما كانتش مع لعيبه الوداد، كان مع التحكيم. شفنا النهارده الحكم برغم اللي اتعرض ليه النادي الاهلي ركله جزاء غير صحيحه اتحسبت ضد النادي الاهلي، اتصدى لها محمد الشناوي،
ديانج هو بياخد انذار لا يستحق فيه، والنهارده بيلجم او بيحجم لاعبي النادي الاهلي. النهارده ما شفتش اعتراضات من لاعبي النادي الاهلي، شفت تركيز طول ال 90 دقيقه على مجريات اللعب بس، على التفاصيل، على ازاي استحوذ، ازاي احط اسلوبي وضغطي وطريقه لعبي. كويس، ده اللي عجبني في لعيبه النادي الاهلي. مزبوط. يعني النهارده الحكم لا، كان في كرات كان بيجامل شويه فرقه الوداد على ملعبها، صح، كان بيحجمك في نص ملعبك بفاولات ممكن تبقى فيها خطوره عليك. في ركنيات حسب لهم ركنيات كتير كمان في اللقطه الاشهر هي بتاعه الشناوي، تعامل لاعب النادي الاهلي. كويس. خلاص انا مركز في المباراه. فعشان كده التحضير الذهني قبل المباراه مهم جدا. مظبوط. كمل كمان. لا يعني انا بتكلم في النقطه، والنقطه الثانيه في اعتقادي كمان الشخصي ان فريق الوداد زي ما قلت ممكن يبدا هيغير سيستم 4-1-4-1، يعني اعتقد هيبدا باتنين ديفندر في وسط الملعب وهيلعبوا ثلاثة تحت راس حربة، يعني 4-2-3-1 4-2-3-1 مع يعني وليد الكارتي ممكن يكون زي ما عادل قال ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 8 جنب ديفندر تاني يكون ثابت وهو يشتغل 8 بوكس تو بوكس، عشان هما يعني 4-2-3-1 بالشق الهجومي العالي انت ممكن جدا تهاجم بسبع لعيبه انت بتتكلم على بقى في 2 سيرد باكين موجودين، واحد ديفندر موجود، والسبع لعيبه معاهم الاثنين المدافعين او الظهير الجنب بيتقدموا مع دخول الاوك ودخول الحداد للداخل مع وجود راس حربه ممكن يعمل زحمه شويه في ال 18. وانا خوفي ان انت الطبيعي لازم النادي الاهلي يكون حريص جدا جدا داخل ال 18 طبعا. مش عايزين اي احتكاك جوه ال 18، وعلشان اي ريسك نو ريسك يعني عشان ما تعملش ده يا كابتن لازم من الاول يبقى الضغط شويه في نص الملعب كويس، حتى الكروس اللي يطلع ما حدش يستسهل من مثلا محمد هاني او علي معلول او اي حد يقول خلاص هسيب ادي له مسافه انه يرفع، لا احنا دايما بنقول ان الكروس ده نص جول، لو منعت الكروس انه يطلع انت بتريح الدفاع بتاعك، منعت هدف. مزبوط. وبالتالي دي جزئيه ان احنا طول ما انت خلي اللعب في نص الملعب ما فيش مشكله، لكن دخول ال 18 كتير مع احتكاكات كتير جوه ال 18 هم عندهم سرعات فدي ممكن تاثر علينا. فاول 10 دقائق كان في مشكله شويه ما بين محمد هاني وياسر ابراهيم، الكوره اللي ما بينهم كانت شويه فيها مشكله، فالجزئيه دي ان شاء الله تتحل، وهاني حلها بسرعه مع لما حسين رجع يساعد معاه، وياسر برده كان بدايته اول 10 دقائق ما كانش واقف على رجله وبعدين دخل المباراه فدي اتحلت تماما. فخلينا نتكلم ان اول ربع ساعه ان شاء الله باذن الله لو احنا في حالتنا الطبيعيه والتركيز نفس التركيز ونفس التحضير لمباراه الذهاب اعتقد ان شاء الله. اتكلمت برده انت عن الاستحواذ حتى لو كان سلبي، الاستحواذ ده انا في رايي ان الاستحواذ نقطه مهمه جدا ان انت اول 10 دقائق نسبه الاستحواذ تكون عاليه جدا وحتى على مش هقول لك سلبي لكن يعني ده اللي بيميز النادي الاهلي الاستحواذ. استحواذ يخليه يعني بلغه الكره همد اللي قدامك اكسر رتمه، هو جاي متحمس انك تكسر الحماسه دي ازاي، انك تمسك الكره كتير ما يكونش في ميس باس كتير موجود على الفاضي يخليه يجري، ما انت طول ما انت معاك الكره هو بيجري بيجري بيجري، فالاحتفاظ بالكره شيء كمان. نسبه الاستحواذ بالنسبه لنا في الماتش اللي فات كانت عاليه على 52-48 بالنسبه بس لده. فترات ايه اللي الاستحواذ في انهي فتره؟ فتره اعتقد الفترات خلي بالك انت عارف يا كابتن ايمن وعارفين ان كمان في فترات مهمه جدا، انت لما بيجيب الجول اول ما بيجيب الجول لازم يكون عندك استحواذ عالي. مزبوط. لان انت بتحبط الفرقه اللي قدامك. مزبوط. فتكسر الريتم دوت تكسر الجزء الحماسي اللي ممكن ينزل بيه في اول 10 دقائق انك بتعمل ايه، انك شايفك مركز انت كمان وماسك الكوره بتنقلها بشكل كويس. ما تتقطعش الكوره منك كتير في مناطق خطر. مزبوط. نص ملعبك ما تتقطعش منك الكوره، مفيش ريسك خالص بالنسبه للاثنين السرد باكين. عايز تعمل الريسك اعمله في الثلث الاخير. صح. في نص ملعبهم يعني. صحيح. ده وجهه نظر. صحيح. كابتن عادل، الكابتن هاني قال ان النادي الوداد ممكن يبدا ضغط عالي من قدام، كويس، بس هو متفق معاك في حته ان هم ممكن يلعبوا 4-2-3-1. انا من وجهه نظري عادي، احنا ممكن وجهات النظر تختلف او تتفق، من وجهه نظري ان ده هيكون في مخاطره من بدايه المباراه. تمام. يعني لو دخل فيه جول خلاص يعني مش هيفكر بقى يعوض، بالعكس ده العمليه ممكن تتفتح قدامه ويخسر نتيجه تقيله كمان. تمام. رايك يبدا ازاي نادي الوداد بكره؟ بص يا كابتن، اكتر واحد يتسائل في الموضوع ده المدير الفني بتاعهم. ليه؟
لانه ممكن يكون نفسه يبدا بطريقه لعب وممكن ما يبداش بيها. انا بكلمك على وجهه نظر لو انت مدير فني. يعني لا انا بكلمك علشان هو نفسه لما يجي يلعب مثلا عاوز يلعب ضاغط من قدام هو ما عندوش الفرقه مجهده مش هيقدر يلعبها مثلا هو ممكن يلعبها فترات لكن انا من وجهه نظري لو انا لو مكانه بالظبط اول حاجه لازم اعملها ان انا اقسم المباراه ازمنه وقت وطرق لعب كويس. العب بطريقه او باثنين الطريقه الاولانيه مش لازم اعمل ريسك 100% لان الوصول للهدف الاولاني بالنسبه له اهم يعني هو اللي هيجيب له الثاني فعلشان اعمله ما يدخلش فيا جون عشان لو دخل فيا جون يبقى انا عايز جون والثاني والثالث كل ما الامل يبعد عنه كل ما الاحباط يجيله حته الاستحواذ اللي اتكلم عليها الكابتن هاني دي ضروريه جدا لانها كمان بتفقد الخصم اللي بيلعب انا بتكلم على النادي الاهلي طب. لو عملها بتفقد الخصم كم جري اكتر من اللي بيتحرك عشان يستلم كويس. دائما اللي بيسلم وبيستلم ممكن تكون في نسبه في الباص الواحد لو انت عملت الباص كده فكل العشرة بيتحركوا اللي بيتحرك اكتر مين اللي بيدافع لان اللي بيدافع بيجري ممكن هنا وبعدين ممكن يروح لده وممكن يروح لده فكمل جري اكتر انت فاهمني دي واحد هيجي له كمان حته الاحباط ان هو الوقت عمال يجري الزمن هو احنا هنلعب على الزمن في المباراه دي كل ما توصل انك انت يعني انا دخلت في الحته بتاعه النادي الاهلي لكن لا انا بتكلم على الوداد دلوقتي هنرجع هنيجي للنادي الاهلي ما انا عشان كده بقول لك كل ما انا كوداد مثلا لما اجي العب المباراه لو انا في الوقت اللي انا جبت فيه هدف في الشوط الاولاني تمام لا قدر الله يعني لو جبت هدف يبقى انا هنزل الشوط الثاني هنزل هيبقى عندي 45 دقيقه ممكن في اللحظه اجيب جون كويس. علشان كده بقول لك الاستعجال مش هيبقى مطلوب مع الوداد ومش الوداد مش هيستعجل والوداد علشان يعني في الحاله دي هو مش هيبدا المباراه بضغط عالي من قدام لا هو ممكن يلعب يعني مثلا يعني هو عادي بيقول هيقسمها يعني ممكن يعني هو عادي 10 دقايق ربع ساعه ممكن جدا يقول لك اول 5 دقايق اضغط او اول 3 دقايق اول 3 يعني مفيش جس نبض ضغطت وعملت شكل وجبت كورنر في قلق شويه ابدا اضغط لغايه لو لقيت الدنيا لا خلاص ارجع تلتين ملعب واشتغل يعني لا وبعدين في نقطه مهمه عايز اقولها لك كابتن انت لما تبقى بره مدرب مفيش ماتش زي شكل ماتش بمعنى طبعا انت كان هو وحش قوي هناك في المغرب وانت كنت كويس قوي والنادي الاهلي فرض عليه انه ان هو النادي الاهلي يبقى كويس وهو يبقى ضعيف في المباراه دي لكن المباراه الثانيه ممكن تكون الاسباب اللي هي ما خلتوش يطلع كل اللي عنده اتشالت تمام الحاجه بقى المهمه اللي احنا هنتكلم عليها انت كوداد علشان تلاعب نادي زي النادي الاهلي بالثقه العاليه بتاعه النادي الاهلي اولا نادي متمرس خبرات انت لو بتلاعب نادي اقل وجاب فيك جونين بره انت بالزبط. هتيجي عندك يبقى عندك اندفاع قوي لانه امكانياته قليله بالزبط. لكن انت هتندفع على مين صح. هتندفع على النادي الاهلي هتندفع على النادي اللي هو بدا معاك هناك ضاغط وبعدين رجع عمل زون ديفنس وبعدين لما جاب الجون الثاني رجع تاني عمل زون ديفنس اداك الكره تستحوذ عليها فتره هو ممكن عادل يعني هو ممكن يعني الاهداف بتاعه الضغط العالي اهداف كتير ممكن من اهداف الضغط العالي ان هو ممكن جدا انه مش الضغط العالي عشان اجيب جون ممكن الضغط العالي الهجمه من تحت الضغط العالي ان انا اكسر رتمك واكسر رتمك ونفسي كمان يعني فاهم انا مش لازم اضغط ودايما بنقول للاعيبتنا كده مش لازم ان انا مثلا هاني بيضغط على الكابتن شريف مش انا اللي هاخد الكوره انا هخلي الكابتن شريف الوقت والزمن بتاع التصرف قليل فيبدا يغلط فكابتن عادل يعمل ميس باص فعادل اللي ياخد الكوره فعمليه الضغط مش الغرض منها ان انا طبعا لو خدت الكوره في منطقه الضغط ده هايل لكن انت بتكسر رتم بس الضغط او يغير اسلوب لعب بالظبط اكسر بس رتم يعني يعمل مثلا كوره طويله الكره الثانيه بقى هو ياخدها يبدا ياخد استحواذ بص يا كابتن الضغط كمان ممكن يبقى مش بالجميع بمعنى ايه بالمنطقه يعني انت ممكن اتنين تلاته بيضغطوا على كوره واحده زي الضغط اللي احنا عملناه في الهدف الاولاني هو مين اللي ضغط في الكوره لاعب واحد قفش ضغط
في تايمنج كويس قدر ياخدها ويروح يجيب جول. فانت ممكن الكره ممكن تتحط في مكان هيضغط اتنين في المكان ده والتاني بتعمل له سبورت من وراه. ما هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. فالازمنه في الوقت هي اللي هتفرق مع النادي الاهلي وتفرق مع الوداد. الوداد كل ما الوقت يجري كل ما انت كابتن عادل بعد اذنك بما انك جبت سيره قفشه, وهو على فكره قفشه كان من ضمن اللعيبه المميزه جدا وارقامه كانت هايله جدا في الماتش الاولاني. واعتقد هيبقى معانا ارقامه على الشاشه. هو لعب 98 دقيقه قفشه وطبعا جاب هدف, عمل فرص على المرمى واحد من اثنين وصنع فرصتين, تمريراته الصحيحه 44 من 52 ودي نسبه عاليه جدا. تمام. تمريراته البينيه 3 والتصويب على المرمى 1 من 2. نقولها تاني ماشي. لعب 98 دقيقه جاب جول, الفرص على المرمى 1 من 2, صناعه الفرص صنع فرصتين, تمريرات الصحيحه 44 من 52, تمريرات بينيه 3, تصويب على المرمى 1 من 2. انا بتكلم على اساس ان قفشه كان فعلا ليه دور مميز في الماتش الاولاني علشان بيلعب في اهم مكان في الملعب فاضي. هو المكان اللي ما بين الدفاع وما بين نص الملعب في القسم. اللي هو لما بتيجي تلعب 4-2-3-1 اللاعب ده هو اللي بيتحرك ما بين الخطين كويس. تمام. الحاجه الثانيه هو الوحيد اللي بيبقى فاضي, هو الوحيد اللي ممكن يعمل دياجونال الجري القطري عشان ياخد في المساحه دي, وعملها اكتر من مره وخد من المساحه دي. هو اللي ممكن يدخل حسين الشحات لجوه وهو اللي ينزل تحت حسين الشحات شويه. فانت بتتكلم في المكان ده هم فشلوا في مسك قفشه ليه؟ علشان الحيره اللي كانت ما بين مين اللي هيمسك, هل الاثنين اللي بتوع نص الملعب او واحد اللي بنص الملعب كان ابراهيم النقاش ساعتها عنده حته الجري اقل كتير, ما بيجريش كتير, قفشه اخف منه في الجري. علشان كده لو لعب جبران لو لعب ولعب جنبه واحد زي النقاش ممكن هيحصل ايه؟ ممكن واحد فيهم ياخد ده وياخد قفشه ويبقى سد لك المكان المهم. بص يا كابتن عادل, دي كور قفشه في نص الملعب بتاع الوداد. ده التلت الهجوم للنادي الاهلي بتاعه. ده النقطه اللي اتكلمنا فيها اللي هي بيلعب بحريه الفراغات. انت عارف ايه اكتر رقم لفت نظري يا كابتن ايمن؟ ايوه اكتر رقم لفت نظري ان هو من 52 باص عمل 44 باص سليم. نسبه عاليه جدا. نسبه عاليه فين؟ في المنطقه. بص المنطقه اللي احنا شايفينها دي اللي عليها انطباعيه يا كابتن هاني. بص هنا كابتن كام؟ 8 و12 20 و12 32 و3 35. طيب انت بتتكلم في منطقه, بتتكلم على منطقه مهمه جدا, المنطقه دي اللي اتكلمنا فيها. تخيل قفشه لو عمل مثلا ميز باس في المنطقه دي هيبقى بيخلق فرصه هجمه مرتده للوداد. ايوه مزبوط. فانت كسرت حاجتين عندهم, كسرت ان انت ما اديتهمش فرصه انه يعملوا كونتر اتاك. صح. وفي فرق طالما تعبانه بتطلع بكونتر اتاك. أيوة. والجزء الثاني انك قفشه وقفته على الكوره بتدي, لانه عنده توقيت كويس, بتدي وقت للتحرك السليم. يعني قفشه في وقت من الاوقات مثلا ناحيه اجاي بيستلم الكوره. أيوة. فعنده الامكانيه ومن المهاره انه بيستنى ويعدي. صح. من واحد لغايه ما هاني يظهر الناحيه الثانيه فبيحط لها. مظبوط. نجاح قفشه في تحركات بقيه اللعيبه الحقيقه, يعني لسه الاخرانيه طبعاً. اللي بيقول عليها يعني انا النهارده عشان ابقى بهذا الكم وال44 تمريره سليمه وكده لعبت انا كمان تحرك بدون كوره, تديني الفرصه واحد واثنين وثلاثه. ايوه تحرك بدون كوره صحيح. يعني انا هبقى هنا عبقري وبعمل زياده عدديه بعد ما بباصي كمان. مزبوط. مزبوط. وانا بهدد, وزي ما انتم بتقولوا اختار حته الراجل اذهل بيها فرقه الوداد. مش عارفين يعملوا معاه ايه. دي الحته كابتن اللي دايما المدربين يقول لك طب انا اطلع سيرد باك يمسكه ولا خلي الديفندر يمسكه, لان التحرك علشان كده بلعب بكتير ولا العب واحد ثاني. ايوه بالظبط. ولا العب واحد ثاني كابتن. مزبوط. لازم دايما انت يعني موسيماني فاجئ فرقه الوداد بحاجه مهمه قوي. ايوه الطبيعي انك انت رايح تلعب بره. مزبوط. فانك هتعمل حته دفاعيه قوي. صح. لكن لما اجي العب 4-2-3-1 واحرر قفشه بالطريقه. أيوة دي. أيوة. هو قفشه ال 45 تمريره اللي مرنهم التمرير الصح اللي عامله ايه؟ دي نبع من ايه؟ او جايه من ايه؟ جايه من عدم الضغط على قفشه. ما في لعيب بيلعب في المكان ده ممكن يعمل 45 باص. صح. سليم. عارف. صح. ليه؟ لانه دايما المكان ده برجع واحد يضغط عليه. مضغوط. فلو الضغط هيبقى عنده اخطاء. العبقريه كمان. العبقريه بس قبل ما يعني العبقريه في الحته دي فين؟
انك حتى لو لعبت باثنين ديفندر، تخيل ان انت عندك خط دفاع أربعة وقدامهم اثنين ديفندر، دايما المسافة ما بين اللي هي ما بين خط الدفاع وما بين اول واحد من الديفندر دي تقريبا بتتكلم في 20 متر. مظبوط. الحركة لازم قفشة، واحنا بنشوفها كتير مع اللعيبة الكبار يعني البلاي ميكر الكويسين، لما بيلاقي نفسه ممسوك او قريب من الاثنين الديفندر بيرجع تاني للمنطقة ما بين خط الظهر والاثنين الديفندر. الحتة ديت التايمينج بقى بتاعها كمان ان امتى الباص يجيله في الوقت المناسب. صح. فالحته دي اللي اتحرك فيها اللي هو كان الكادر اللي عندنا الحته ديت اللي كانت التمريرات بتاعته في المنطقه اللي هي ما بين، حتى لو كان في اثنين ديفندر كان هتبقى مشكله بالنسبه لهم. اهي المنطقه دي اللي هي الغامقه شويه ديت، دي تقريبا المنطقه اللي لو اول الخط الاخضر دوت الدفاع والجزء الثاني دوت هنقول خط الهجوم، الجزء ده جزء معمي شويه، الجزء اللي خلف رقم لو في 12 رقم 12 ده جزء مخفي برضه. فانا بتكلم كمان في عبقريه التحرك دي، ده تمرين مهم جدا انك تتحرك في المكان الفاضي ما بين الخطوط. وفشلهم هم في المقابله دي، يعني انت ممكن تنهي الموضوع ده كله بايه؟ انك ما تعملش عمق. انت عارف لو عملت مظبوط، انت لو طلعت الخط الدفاع في الحته دي انت بتضيق المساحه، مش هيستلم الراجل اللي بيلعب، ولو استلم ما بيستلمش ما عندوش وقت، ولان بيبقى فيه زياده عدديه ولان بيبقى فيه زحمه. علشان كده الوداد عمل خطا كبير جدا فوق ان هو غير السرد باك، لاعب سرد باك جديد، هو كان خايف جبران يعني ده لعيب كبير هو، لكن كان خايف عادل. كان هو قاعد هو عامل عمق تحت، ماكنش بيستلم ورا الاثنين وسط ملعب مدافع، كان ممكن أجايه بينزل بياخد في ظهر أجايه، كان برضو بيطلع على الأطراف طبعا. فبيدي حرية ومساحة. النهاردة أجايه ممكن يدخل لنص الملعب ضربة الجزاء في ركلة الجزاء، هو أجايه اللي دخل أيوة. وسدد أيوة. ونفس الكلام من ناحية حسين الشحات، هو ما بيلعبش دايما في الحتة اللي في القلب، لو بيلعب في الحتة اللي في القلب بس هيبقى عنده صعوبة في الاستلام، هيتمسك بسهوله، هو دايما أيوة لاعب متحرك ايوه بيجي من بره لجوه، لكن لما هو طلع لبره دخل بيروح دي امتى؟ ما هي الفكره انك بتطلع ديت لما بينزل، لو حسين الشحات نزل وقفل الجزء ده هو بيطلع ورا حسين الشحات، علشان لو حسين لو الباك داخل مع حسين يبقى الجزء اللي ورا حسين هو اللي فاضي. لا مركزيه، لا مركزيه عنده حريه دلوقتي. انا عندي الثلاثه اللي قدام اللي بيلعبوا تحت المهاجم، المفترض ان يبقى فيه لا مركزيه، ودي بتتلعب في العالم كله دلوقتي. ليفربول مكسبه الحقيقي في اللامركزيه، تلاقي صلاح راس حربة 80 صلاح راس حربة بتلاقي، مش المهم الاسم مين، لا المهم المكان واحد. يبقى هو زي ما قال عادل كده، مش مهم الاسم مين، المهم ان عمرو السوليه وديانج وفروا القفشه الحقيقه كاتنج في وقت مناسب جدا ان الكره تتلعب له وهو من غير مراقب. يعني تمام. احنا لما بنستخلص الكره بتبقى عينينا مثلا على قفشه او على الشحات او على اي حد او جاي زي ما انتم اتفضلتوا وقلتوا. هنا عمرو السوليه الحقيقه انا كنت بشوف بيعمل شكل قطع انه بيروح لمحمد هاني ويساعده وبيرجع تاني يلعب يساعد مع جاي، اللامركزيه اللي حضرتك قلت عليها، بس في الايه في الروح اي في ازاي قطع الكره بسرعه أيه. ازاي مش مهم ديانج اخطبوط بيقطع وبتروح منه، ما عشان صحيح. لو احنا متحرك كويس عمره ما هتروح منه، هيبقى عنده 1 2 و3. فالاثنين دول برضو وفروا لي في اول هاف تايم الحقيقه شكل يخليني وانا قاعد بتفرج يعني هاجم وما مطمن ما تعملش حساب عندي احساس ان انا كنت رتك بتاعي هيبقى حلو، عندي ما فيش خطوره عليا، عندي لعيبه واقفه على رجليها الحقيقه مزبوط. عندي تركيز جامد انا شايفه، احنا ما بنطلبش اقل من الكلام اللي حصل هناك، خدت بالك؟ يبقى على ارضنا بقى باذن الله يعني باذن الله رب العالمين باذن الله. كابتن اسامه الوداد بكره هل ممكن يفاجئنا ويضغطنا من قدام، ولا هيلعب بتحفظ زي ما بيقول الكابتن عادل على الاقل ويقسمها اوقات معينه، اول ربع ساعه مثلا هو الكابتن هاني قال لك اول ربع ساعه او اول 10 دقائق ممكن يضغط علينا من قدام. كابتن عادل قال لك لا ممكن اول ربع ساعه يلعب بتحفظ شويه، يستنى يشوف اول ربع ساعه هتحصل ازاي، هتحصل فيها ايه، ممكن يلعب ازاي، هل ممكن يفاجئنا زي ما مستر موسيماني مثلا فاجئنا كلنا بدون استثناء في ماتش الوداد هناك في المغرب ويضغط علينا من قدام، خصوصا ان هو مش ما عندوش حاجه يبكي عليها ولكن هو خسران 2. اسلوب الوداد دايما في كل مبارياته بيدي عمليه التحضير للفريق المنافس، انه يحضر، ودايما عمليه الضغط ما بيعملش الضغط العادي. لو كان عايز يعمل الضغط العالي كان عمله في ملعبه في المباراه الاولى.
كويس دايما بيسيب لك الكوره وتلت ملعب وبيستنى عمليه الضغط بتاعته او اللي بتميزه انه هو بيشتغل في نص الملعب في عمليه الضغط. ايوه ده اللي بيميز الوداد. بعد ما بيستلم الكره بيشتغل ازاي؟ بيشتغل دايما من على الاطراف. ايوه ما بيشتغلش من العمق من منطقه العمق كتير، لا بيشتغل من على الاطراف، دي مراكز القوه بتاعته. اسماعيل حداد والناحيه الثانيه بديع هي دي المناطق اللي بيشتغل عليها دايما من على الاطراف واللي ميز النادي الاهلي فيها. ووقف خطوره الوداد ووقف علي معلول ومحمد هاني. من الممكن انه يبدا في بدايه المباراه يضغط على النادي الاهلي، بس مش هيقدر يضغط 90 دقيقه او يبدا يضغط 45 دقيقه. ممكن يضغط في الاول مع بداية المباراة ومع الحماس وعايز يبعت رسالة النادي الأهلي في الأول إن أنا جاي عايز أعوض. رئيس النادي بيعمل مكافآت مالية كبيرة وإغراءات للعيبة علشان يبقى فيه حماس كبير، فممكن في الأول أول 10 دايما نتوقع يبقى فيه بداية ضغط عالية على النادي الأهلي وفيه التحامات قوية. طب أقول لك يا كابتن أسامة، آه لو هو استقبل جول إن شاء الله بإذن الله في أول 10 دقايق يعمل إيه؟ خلاص أنت بتقتل المباراة نفسيا ومعنويا وكل حاجة وبتلعب بثقة، وده اللي نجحنا هناك في المغرب. كويس. اللي نجحنا في المغرب انك انت قدرت توفيق ربنا سبحانه وتعالى وقفشة في تركيزه في الضغط اللي عملها وراح الفينش بتاعه في المرمى في الجدية وفي التركيز ده اللي خلص المباراة. علشان كده هدف المباراة ده كابتن ايمن بتتحسن دايما بالتفاصيل الصغيرة وبيظهر فرص في المباراة دي. النهاردة التركيز بتاعي الاستعداد الذهني، دايما بقول في مباراة افريقيا ازاي تخلق انت كلاعب تحضير ذهني ومعنويات شخصية انت ليك استعداد معنوي ليك. بمعنى النهاردة لو شفنا الجيل الحالي للنادي الأهلي مين اللي أخذ فيه بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا؟ هتلاقي اتنين لعيبة بس، وليد سليمان وأحمد فتحي. طب النهاردة انت كلاعب علشان تتحط في تاريخ النادي الأهلي واسمك يتذكر في التاريخ في النادي الأهلي عندي الدوافع بقى، دي الدوافع بقى لازم انت تخلقها ليك كلاعب قبل في ليلة المباراة. طبعا ما بتحطش عليك ضغوط او ضغط عصبي، لا ده انا بخلق دوافع لنفسي عشان اسمي يتحط في تاريخ النادي الأهلي. لما حضرتك بتقول النهارده الارقام والتاريخ والمباريات والنهائيات والكلام ده كله صح. انت فين كجيل بقى كامل؟ مظبوط. فين على المستوى الفردي انت كلاعب؟ مظبوط. النهارده لازم احضر نفسي تحضير كبير للمباراة. صحيح. لا الوداد انا بقول بكرة مباراة مش تكون سهلة، مباراة صعبة على النادي الاهلي، عندهم دوافع كبيرة، ما عندهمش حاجة يبكوا عليها، خلاص ما انا خسرت المباراة الاولى في المغرب. أي. النهاردة هاجي هلعب بمنتهى القوة بمنتهى العنف، ممكن في البداية اضغط على النادي الاهلي وارجع اعمل اتراجع والعب في نص الملعب والعب على المرتدات. كويس. النادي الاهلي بكرة هيفرض اسلوبه ان هو عملية الاستحواذ زي ما الكباتن قالوا، واسلوب النادي الاهلي انه بيضغط. طيب النهارده مقابل ان انا بضغط وبعمل عمليه استحواذ من فوق اللي بيحصل بيبقى عندي خطوط ورا في خط ظهري، ممكن يبقى النهارده دي بيستغلها الوداد. علشان كده بكره مباراه بكره محتاجه تركيز من الخط الخلفي للنادي الاهلي، الباكين والاثنين المساكين وواحد وسط ملعب مدافع سواء بيلعب ديانج حمدي فتحي الثلاثي اللي بيلعب في الحته دي رقم 6 في الحته دي. النهارده محتاج يبقى كاني ببتدي مباراه النص النهائي كاني اول مباراه بكره ما لعبتش المباراه الاولى، بنسى نتيجه المباراه الاولى يعني ما بحطهاش في الذاكره، لا ده انا النهارده بستعد. النهارده لو النادي الاهلي بيهاجم طيب شكلي في الوقفه الدفاعيه ورا ازاي؟ كويس مع محمد الشناوي عندي اتنين مساكين، مظبوط عندي الباك اللي واقف ورا، خلاص لو الهجمه ناحيه اليمين هيبقى عندي الباك ليفت اللي واقف سواء معلول او غير معلول زائد اتنين مساكين زائد واحد وسط ملعب مدافع، يبقى انا النهارده عندي بامن. تتكلم 6 ل 4 ايوه تقريبا، يبقى النهارده بامن شكل الدفاعي. أيوة. ده مهم جدا. ما ينفعش النهارده يبقى باك طاير والباك الثاني طاير. انت قصدك لازم يكون في حرص شويه من النادي خصوصا في النواحي الهجوميه. طبعا خاصه ان النهارده لا قدر الله الوداد وانت دايما وانت بتحضر حط كل السيناريوهات قدامك. أيوة طبعًا. توقع كل طبعًا. حاجه طبعًا. عشان وانا نازل ما تفاجئش، طيب افرض الوداد لا قدر الله احرز هدف في بدايه المباراه يبقى النهارده لا يبقى عندي ربكه في الملعب. أي. لا ده انا ببقى محضر نفسي ببتدي المباراه. والربكه دي حصلت لهم هم تفتكر شكل المدرب وشكل اللعيبه بعد الجول ما جه الهزه دي صح حصلت صح لهم هم حصلت في البدايه مظبوط خرجوهم خرجوهم بره المباراه ابي وعايز اكسب انسام وهاني وايمن وعادي. انت عارف انا وانا كسبان 2-0 وبنزل الملعب بدافع عن حقي اللي انا عملته هناك بسرعاتي بروحي بروحي القتاليه في الملعب مش ساعات ليهم انهم يعملوا 1-2 عليا اقوى من ان انا هقول ده بيلعب ازاي النهارده وده بيعمل ازاي شكلي انا يوم المباراه باذن الله بكره اللي هو
هبقى متمسك في كل يعني كل كوره فيها اصطدام فيها اي حاجه أي. فيها مشاركه فيها بتاع تفوق يبقى لي انا لان انا على ارضي انا نفسيتي عاليه ببقى الحقيقه عايز العب حتى اخطف الفرقه اللي قدامي بكورتين بثلاثه اكيد موسيماني مكلمه على تاكتكس يعني عندنا تاكتكس كمان ممكن نستغلها على ارضنا هنا كده المدير الفني مديها ثمن للفرقه كلها فانا عايز بكره باذن الله روحي انا بالاثنين صفر دول تبقى عاليه جدا أيوة. باذن الله هي دي بقى اللي اهم حاجه مش بالظبط ثقه مع حرص والله ما بتكلم أيوة ماشي ماليش دعوه والله بطريقه اللعب ما هم خلاص احنا بقينا مكشوفين على بعض هم اسماعيل حداد واوك والكارتي مظبوط انا مش شايف اي حاجه انا معاك غير الراجل الجديد غير الراجل الجديد اللي داخل عليا كاسينجو بس الحرص وتركيز ايوه ثقه مع الحرص ده اللي احنا طالبينه عدم المجازفه مع عدم ده اللي طالبينه اللعيبه بتاعتنا بكره تبقى فريش في الملعب بس مش اكتر من كده وانا انا عموما ان انا راكن عندي 2-0 في المغرب لا 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 مش سمه لعيبه النادي الاهلي اللي ادينا كلنا بدايه الخوف مش سمه لعيبه النادي الاهلي احنا ده بنوصل رساله علشان اسامه مش عايزين نزودها قوي ليه لان هي يعني انت كسبان 2-0 فانت هتنزل الكوره لازم احترمها وحاجات كتير قوي أيوة. ولكن في نفس الوقت مزبوط. لازم ابقى في عندي هدوء عندي تعديل انا معايا رقص واحد طبعا ارقص واحد وعدي ادي وان ثقه بالنفس روحي عاليه عشان كده لما قلنا لغه التصويبات عشان كده لما قلنا ايه يا ريت ان احنا في بدايه المباراه نستحوذ على الكوره علشان نخليهم يتعبوا نفسيا دي رقم واحد رقم اتنين الوقت والزمن هيجري هيهاجم مظبوط هيهاجم باي كلام صح وصدقني دي تبقى عندنا السيناريو يبقى هي او البلان بي بقى بتاع فيصل ربنا يكرمنا بهدف يا رب بتقدر تقتل كل او تفضل النتيجه على ما هي عليه في صالحنا ان شاء الله عموما هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد أرجوكم انتظرونا.